السلام عليكم، كيف الحال أصدقائي؟ تلاقينا هذه الليلة مع الجزء الخامس من وريث السحر. هذا الجزء تهوى فيه بزاف ديال الحقائق، غير هو الأساس أنكم تسمعوا كاع الأجزاء، واللي تلف يقلب على بلاي ليست فيها الأجزاء كاملين بالترتيب، وكنأكد عليهم كاملين هاد تجي تسمع هذا حتى الجزء اللي رقم ديالو صفر، حيت راه أساس القصة، ومن بعد باقي غادي يكون أساس القصة أكثر وأكثر. فرعوا لي جيم باش نفوتوا الاجزاء اللي فاتوا في لي جيم، غتكونوا لاحظتوا اني ما كنعطلهاش وكنحطها، ونبغي هادشي اللي كندير تكون عنده نتيجه زوينه. التعليقات ديالكم راه كنشوفهم كاملين، نفوتوا 1000 كومونتير الا قدرنا، وانا كنثق فيكم غادي تقدروا. اللي ما دايرش ابوني راه ساهله ديروها، بارطاجي الفيديو ولا القناه مع اصحابك ولا عائلتك ولا في وسائل التواصل الاجتماعي. صحاب سكيليبا حاليا راه حنا خدامين على حاجه اخرى، حتى هي غادي يكون عندها الوقت ديالها. اي حاجه كتكون في التعليقات راه حنا كنشوفوها وكنتصنتوا لها، غير هو كل حاجه كتحط فوقيتها. على العموم سير شي بلاصه مزيانه، دير كيجمال مزيانين وعقل مزيان فين وقفنا وحنا غادي نفكروك، ويلا بينا. أصدقائي الجزء الرابع خليناه فاش حنوش توضر هو ونورة وعتيقة، وهاد المرة غنخليكم مع حنوش هو اللي غيحكي ليكم. في وقت الحرب العدد ديال الشياطين كان كتير، وتكب علينا بحال المواج ديال البحر من كل بلاصة، كيقتلوا في الجن ديال بلقاف ومكيخافوش، وكانوا ضاصرين. وشفت الهجين جوهر اللي غيب بوحدو قتل النص ديال الجنود اللي حامين السور، وشفت بلقاف هجم عليه وهو متحول لذئب، ولكن جوهر ضربو برجلو حتى تلاه بعيد. وعرفت القضية حامضة نيت، مشيت كنجري للقبة اللي مخبية فيها نورة وعتيقة، وقلت لهم عطوني يديكم. باقي ما كملتش كلامي دخلوا علينا الستة ديال الشياطين للقبة ديال التلج. قلت نورة وعتيقة طيحوا للأرض، طاحوا تكاو في الأرض، وسمعت الشياطين كيديروا واحد الصوت بحال ديال الأفاعي، وأنا نجبد السيف ديالي وتحديت دوك الشياطين، وطولت يدي وبديت كندور على رجل وحدة بحال ديك الشطحة ديال الأتراك اللي كيشطحوا لابسين واحد لبسه بحال الصايه، وبقيت كندور بالسرعه ديالي كامله بحال شي فرفاره، والشيطان اللي قرب مني كيجي فيه السيف وكيتقسم ولا كيتشتت، حتى القبه كلها عمرت بالدم ديالهم بحال شديتيهم ودرتيهم في شي مولينيكس. وقفت من الدوران ولقيت عتيقه ونورا عامرين بالدم اللي اللون ديالو كحل، حيت كانوا طايحين في الارض وترش عليهم. مشيت شديت لهم في يديهم وبقيت كنقل فيهم كيلومتر من مور كيلومتر، حتى بعدت من الساحه ديال المعركه. في ديك الوقيته طاح علينا الليل، وعرفت بلي القضية غتزيد تحماط، حيت الليل كيبقى 6 شهور في القطب الشمالي، وكنا غير وسط من التلج والظلام، ما كاينش حتى الضو. بقينا غاديين وكنحاول نغطيهم من البرد، حتى بانت ليا واحد الفتحة وسط من واحد الجبل اللي كان كبير. مشينا لها ودخلنا، لقيتها دايرة بحال شي غار وسط من الجبل، ولكن كان مجمد من الداخل. جلسنا تخبينا فيه وخليتهم تما، قلت لهم ما تحركوش حتى نرجع. خرجت من الغار هاز السيف ديالي، وبقيت كندور وسط من الجبال، حتى لقيت واحد الشجرة مجمدة قطعتها كاملة، جريتها للغار ودخلت وانا لقى عاتقة مع القنورة وكيقفقفو بالبرد. قطعت الشجرة طراف ديال الخشب وقديته موقد ديال العافية، وقريت أول تعزيمة تعلمت في حياتي، تعزيمة اللي كتشعل العافية، وتجمع نظرنا بها. قلت لهم فيكم الجوع، حركت لي عاتقة راسها بآه، خليتهم وخرجت وبقيت كندور مرة أخرى وسط من الجبال اللي حدانا باش نقلب على من ناكلو. حتى بان لي حيوان رنة اللي داير بحال الغزال وعنده الكرونة، كرونو دايرين بحال شي شجرة مقطعة، هذاك اللي كيكون جار بابا نويل. غمضت عينيا ونقلت راسي حداه، غير شافني بغا يهرب وانا نضربو بالسيف. هزيتو وديتو للغار، سلختو قدام الباب ديالو، ودخلت لعند عتيقة ونورا ودرت ربعة ديال العواد طوال فوق من العافية، علقتو فيها وبقيت كندور فيها باش يتشوى. قالت لي عتيقة انا راني خايفة على مولاي احمد. قلت لها ما تخافيش عليه، هو اللي غادي يكون خايف علينا دابا. طاب هذاك اللحم بعد مدة طويلة حيت الحال بارد، وكلينا كلينا مزيان، وخرجت انا قدام الكهف باش نعرف شنو واقع ونسمع واش كاين شي صوت. وانا واقف قدام الغار خرجت لعندي نورا، وقفت معايا شوية. ديك الساعة تصدمنا بداك الشيء اللي شفنا، بان لي داك البجغوط ديال زغلول جاي في السما. قالت لي نورا زغلول كيدا حتى طار؟ قلت لها ما كيطيرش غير كينقص. قالت لي وكيدا تعرف بلاصتنا؟ جبت السيف ديالي كنتسنى يوصل، وقلت لها داك الشيء اللي غادي نعرفو دابا، راه بان ليا توحش شي قتله. دابا غادي نخليكم مع زغلول يكمل ليكم.
كنت مغبوط وسط من بيت ديال الثلج على شكل قبه، وكنسمع الغوات والصوت ديال السيوف. حاولت نفك راسي من داك السجن اللي حطوني فيه، ما قدرتش، حتى دخلوا عليا الشياطين القبه. تم واحد جاي ليا وانا نقول لهم قبل ما يقتلوني انا راه مع ايسر والاعداء اللي ربطوني. قرب حدايا داك الشيطان، وجهه كان كيخلع وخارجين منه بحال يدين ديال الاخطبوط. كانت كتنزل منه واحد الماده لزجه وكيدير صوت بحال ديال اللفعه، بدا كيشم فيا. من بعد هو يهزني هو وشيطان واحد اخر، خرجوني وداوني لعند جوهر، لاحوني قدامه مكتف غير شاف فيا وانا نهبط راسي. وقلت ليها الله يحفظك لينا نعماسي. لا خدامين، ما عندي ما نقول، الله يطول في عمركم. انا هو زغلوله الخدام ديال ايسر، شدوني الكلاب ملي تبعتهم للكهف وهما اللي ربطوني. قطع ليا هضرتي وضربني حتى تلاحيت من قدامه، ركني برجله حتى بقيت كنتكركب وسط من الثلج. وقال الشياطين حبسوا هذا تنشوف شكون اللي مخدمه. ومشى جيت الشياطين عطاهم الامر باش مجموعه منهم تبع مارو، ومجموعه اخرى تمشي تقلب الجثث وتاكدوا بلي ماتوا كاملين. بقيت انا كنتفرج فيهم وين غزني واحد الشيطان بالجهد باش نوقف. وقفت وشدني مربوط بالسناسل باش يديني، وسمعت واحد من القاده ديال الشياطين كيقول لجوهر بلي مارو غبر هو واللي معاه بديك العصا اللي كتكون عنده، وما بقاوش قادرين يتعقبوهم. سولوا داك جوهر على العائله ديال مارو، قال ليها البلاصه فين كانوا مخبين غلقينا فيها شياطين مقطعين بطريقه اللي غريبه. جوهر طلع ليه الدم وتجنن، عيط للساحر ايسر، واللي كنعرف انا على ايسر باللي ما عمرو شارك في شي حرب بنفسه، ولكن ديما كيكون هو ليسانس اللي كيشعل العافيه ديال الحروب. سولوا ايسر شنو وقع، وعاود لي جوهر وقال ليها بلي ما بقاوش قادرين يتعقبوا مارو. قال لي ايسر ما تخافش، مادام هما تفرقوا فالمجموعه اللي مع مارو ما غاديش يقدروا يمشيو من القطب الشمالي حتى يتجمعوا كاملين. قال لي جوهر حتى انا ما عندي فين نمشي من هنايا حتى نلقاهم ونقتلهم. شير ليه ايسر بصبعه للسما وقال ليه راه مشكله جليل. قال لي جوهر ويلا جليل؟ قال لي ايسر الليل هنا كيبقى 6 شهور ودرجه الحراره كتهبط ل 50 تحت الصفر. قال لي جوهر وفين المشكل؟ قال لي ايسر عندنا جوج ديال المشاكل، الاولى الجيش ديالك ما يقدرش يتحمل البرد كامل، والثانيه الاعراض الجانبيه ديال الدواء اللي كنعطيهم غادي يخليهم ما يبقاوش يشوفوا مزيان بالليل. قال لي جوهر شنو المعمول دابا؟ جاوبوا ايسر وقال لي خاص الجيش ديالنا يلقى بلاصه مزيانه فين استقر بعدا، وما كرهناش يكون من مور الظهر ديالنا شي جبل باش نكونوا محميين، وغنشعلوا عافيه بالسحر الاسود ما كطفاش باش يدفى الجيش، ومن موراها نقلبوا على دوك الفيران فين مشاو. ومادام الجيش مشكل على شكل بشر غير خصهم الماكله، وحتى الدول اللي عطيناهم راه كيردهم مفترسين، بمعنى خاص بزاف ديال الماكله. عاد زيد خصنا نديروا خزان للدول اللي كنعطيهم حيت المفعول ديالو كيسالي بين يومين وثلاث ايام. ايسا كان كيهضر وتلفت ويشوفني مغبوط، شدني داك الشيطان وقال لجوهر فين لقيتو هذا؟ قال لي جوهر لقيناه مغبوط ودايرينو في واحد القبه ساجنينو. جا قدامي ايسر ويقول لي فين كنت يا وجه الكلب؟ قلت لي بلا ما تشك فيا سول الشياطين غلقوني مغبوط، وانت اللي صيفطيني نتعقبهم ونعرف فين كاينين وشدوني. بقى كيشوف فيا وقال لي اش قلتي لهم علينا؟ قلت لي عاودت لهم كل شيء على التركيبه اللي كتعطي للشياطين وعلى جوهر اللي طلع من بئر برهوت باش ينتقم. سكت واحد شويه ودرت راسي مكلخ وانا نقول ليها، وقلت لهم حتى على الكتاب ديال تاحوت. ايسر تخربق وبدا كيتفتف، وجوهر غير سمع تاحوت تلفت لعندنا وقال ليه عندك كتاب تاحوت؟ ايسر انا ما حملنيش في ديك الوقيته، هو يضربني الكرشي برجله قبسني بالجهد وقال لي قلتي لهم كاع الاسرار ديالنا يا الكلب؟ حسيت بالالم بالجهد، كان اللي كيجي كيضربني وانا نقول ليها راه قلتها لهم بالعاني باش يخافوا منكم. جوهر قرب لعندنا ويجر ايسر من حوايجه وقال ليه كنهضر معاك، كتاب تاحوت عندك؟ قال لي ايسر وهو متوتر عندي، ولكن الاتفاق اللي بيناتنا هو نعطيك الدواء والتركيبات للجيش ديالك، وانت تعطيني القلب ديال مارو، وتذهب لبغيتي كتاب تاحوت نعطيه لك، ولكن حتى انت تعطيني كتاب العزيفه اللي وردتي على الام ديالك. قال لي جوهر والكتاب ديال تاحوت خدام؟ قال لي ايسر خدام جربته. قال لي جوهر غادي تعطيني كتاب تاحوت وغادي نعطيك العازف، ولكن حتى ساليو المعركه، وانت غادي تولي يدي اليمن في المملكه اللي غادي نبني، ولكن الا لقيتك كدير شي حاجه من مورايا غادي نعزف لك على راسك حتى يتشتت الشقفه ديال راسك ما غتبقاش. قال لي ايسر متفقين متفقين دار لعندي ايسر وشد ليا في يدي وقال لي ايوا زغيليل انت شعرفتي عليهم ولا هما عرفوا علينا كلشي وانت ما عرفتي عليهم والو؟ قلت لي حشومه عليك انت عارفني التلميذ ديالك المخلص. حليت ليه يدي وريته واحد الطرف ديال الجلد صغير لاصق تحت منظفاري وقلت لي هذا الجلد
ديال حنوش وفي عينه من الدم ديالو. قدرت نقمشو فاش كان كيضرب فيا باش نعترف. جبد واحد الزيف من جيبو وواحد اللقاط، خدا داك الطريف من وسط مضفاري ويقول لي جوهرة هاد حنوش ماشي جن مشكل صورة بنادم ياك؟ جاوبو ايسر هو كيدير الجلد وسط من داك السيف وقال ليه اه هذاك عفريت. قال لي جوهرة غادي تعرف تعقبو وهو مشكل. قال لي ايسر اه ما تخافش، المهم دابا هو نبنيو التكانات للجنود قبل ما يظلم الحال بزاف وما يبقى يبان والو، ونقلبوا على شي بلاصه التضاريس ديالها تكون في مصلحتنا. عطا جوهر الامر ديالو الشياطين اللي بداو كيتحركوا فوق منه الدبابه والدياب، وجابوا لي واحد الديب ركبت فوق من ظهره. بقينا غاديين وسط من الثلج حتى وصلنا لواحد البلاصه وراها اليوم ايسر هو اللي عزلها. وقفنا فيها وقال ايسر الجوهر هاد البلاصه مزيانه، من مورانا كاين جبل كبير وغنديروا التكانات هنا، وقدامنا كاين بحيره مجمده ما غاديش يقدروا يهجموا علينا لا من اللور لا من القدام، ويلا هجموا غادي يوقع لهم كي دايروا الجيش ديالك فاش غرقوا. قال لي جوهر انا قتلت الجيش ديالهم كامل. قال لي ايسر قتلت الجيش ولكن داكشي المهم ما درتيش، هربوا ليك الاعداء ومارو اللي معاهم عنده واحد العصا خطيره. ما كملش كلامه ايسر ويشدوا جوهر من عنقه وقال ليه شفتك بحال حاقرني. قال لي ايسر هو كيهضر بزز لا 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 ماشي داكشي اللي قصدت. لاحو جوهر فوق من الثلج ويوقف ايسر كيسوس في حوايجه وقال ليه ماشي داكشي اللي بغيت نقول، راه خاصك تفكر بعقلك ما تخليش الانتقام يميك وما تشوفش القدرات ديال الاعداء ديالك على اساس انها طايحه. انا راني كنفضل نخدموا معاهم بالقوالب وبالعقل باش نغلبوهم ولا غادي يبقاو هاربين لينا. جوهر بقى كيدور هضره ايسر في عقله وتقبلها وعطى الامر للشياطين باش يبنوا التكانات والقباب وما كامله الساعه بنوا كل شيء. ايسر بقى كيدور عليهم وكيقرا التعزيمات ديال السحر الاسود وشعل العافيه في كل بلاصه دايره بهم باش يدفعوا، وقال الشياطين اللي معاه ينقلوا دوك التركيبات اللي كيصاوب، وحتى الماكله لواحد البلاصه كانت هي المخزن فين يخبيوها. جا لعندو جوهر وقال لي باستغراب علاش الشياطين اللي جبتي معاك ما متحولينش للصوره ديال البشر ولا حيوانات في الثلج وما كيحسوا بوالو؟ قال لي ايسر هادشي ما جاش بالسهل، شحال من عام وانا كندير عليهم تجارب تخليط القدرات ديالهم قويه في اي بلاصه وما كتاثرش بالعوامل الخارجيه، وراني باقي خدام عليهم باش نطلع النيفو كثر. قال لي جوهر باينه غادي نستافد منك بزاف. جاوبو ايسر وقال ليه اهم حاجه هي تعطيني القلب ديال مارو. قال لي جوهر جاك اصلا ما عندي ما ندير به. جبد ايسر الزيف اللي في جيبو حلو داك اللي خبا فيه الجلده اللي جبد من تحت من ضفاري ويقول جوهر دابا غادي نعرفو بلاصه بنت احمد ومراته. باقي كيهضر جا عندنا واحد الشيطان كيخرج الصوت ديال الافعى وقال جوهر الجيش ديالنا قدروا يتعقبوا مارو، رجعت الاشاره وكنتسناو الامر ديالك باش نهجمو. قال لهم جوهر وجدوا راسكم، ويقول لي ايسر راه قلت لك ما تزربش، دابا هما عرفوا تهناو من التعزيمه ديال الدم وكيفاش يتخباو من التتبع ديالي، يقدر يكون هذا فخ، ما غنتحركوش كيبغاو هما غنتحركو كيبغينا احنا. دخلت انا في الموضوع وقلت لهم هادشي اللي كنت باغي نقول، حيت هادوك العائله ذكيين واخا فقدوا القدرات ديالهم، وإلا قدرنا نوصلوا الحنوش واللي معاه قبل ما يتجمعوا تاني ونشدوا شي واحد فيهم غادي يجيو كاملين باش ينقذوه، اش بان لكم نجيبهم عندكم حتى لهنا ونخليهم هما الطعم اللي غادي يجيب لنا احمد ومارو. استهزأ بيا جوهر وقال لي وعلاش ما صيفطش لهم مجموعه ديال الشياطين تشدهم وتجيبهم ليا؟ قلت لي لا، الا صيفطيهم غادي تقاتلوا معاهم ويقدروا يهربوا ولا يموتوا ونفقدوا الطعم ديالنا. قال لي ايسر عنده الحق. قال لي جوهر كي غادي تجيبهم حتى لعندنا؟ قلت لي انا عارف كي ندير، عشت معاهم شهر وحفظتهم. قال لي ايسر احنا غنشوفوك شنو غدير، حدد لي ايسر البلاصه ديال حنوش وقدر يتعقبوا ولا هو البوصله ديالي، ودار عليا تانا واحد التعزيمه ديال التعقب باش يعرفني فين ما مشيت، وتحركت لعند حنوش وانا كنقص وكنجري بسرعه اللي كبيره حتى خرجت قدام واحد الجبل وبان لي حنوش ونورا واقفين، وغي شافني جبد السيف ديالو قربت لعندهم وقلت ليه راني جيت باش ننقذكم. قال لي كيفاش غتنقذنا يا الجوع؟ على انا باقي نثيق فيك وكيفاش انت باقي حي بعدا وعرفتيني فين كاين؟ قلت لي الشياطين شدوني وقلت لهم انا خدام مع ايسر وخلوني حي، وملي جا ايسر وسولني على شنو قلت لكم قلت لي بلي عاودت لكم كل شيء وثقتوا فيا وعطيتو عينه من الدم ديالك انت باش يتعقبك، ودابا راه صيفطوني باش نقولبكم ونديكم عندهم. شنق عليا حنوش بالجهد وقال لي يا ولد الكلبه انت معانا ولا معاهم؟ منين جاتك عينه الدم ديالي؟ شفتك خدام معاهم ومعانا في نفس الوقت؟ شفت انا فاتيقه اللي كانت كتسمع شنو كنقول، وحليت عينيا كاملين باش نبقى فيها وقلت لهم اقسم بالله تا معاكم وعطيتهم العينه باش يثقوا فيا وجيت لعندكم باش نقول لكم الخطه ديالهم. قالت لي عتيقه طلق منه حنوش
بينك يقول الحقيقه. قال لي بعيد عليك هادشي، انا اللي كنعرفو شنو كيسوى. باقي شانق عليا ويبان لينا واحد التنين بيض طايع فوق منه نصايع، وحتى مارو وبالقاف جايين لعندنا. دورت راسي باش نشوف مزيان، هو يضربني حنوش بالتحت ديال السيف ديالو وانا نطيح غيبت ما عقلت على والو. فاش ضربتني الفيقه لقيت راسي مغبوط وسط من واحد الغار فيه الثلج، وجالسين مارو وعائلته كيدويو وكيعاودوا على شنو وقع. ولاحظت بلي دايره بينا واحد الدائره كبيره وراسها ديال مارو الوسط، وانا نعيط لمارو حتى سمعني. جاو كيجريو لعندي كاملين ضاروا بيا، وقال لي مارو على سلامتك زغلول، قالوا لي جيتي باش تدي عائلتي للتكانات ديال الشياطين. قلت لهم واش نقدر نعرف علاش ربطوني؟ ياك جيت باش نعاونكم وقلت لكم كل شيء. قال لي علاش عطيتيهم الدم ديال حنوش باش يتعقبوه؟ قلت لي راه لمصلحتكم، شتت لهم الانتباه باش ما يبقاوش مركزين معاك. بينما تلاقاو وتعاودوا تجمعوا وباش يثقوا فيا ويصيفطوني لعندكم، واما حسن نجي لعندكم انا ولا تجي لعندكم كتيبه ديال الشياطين. وجيت نيت باش نقول لكم فاش كيفكروا. بقاو كيشوفوا في بعضياتهم وكيفكروا في كلامي، ويقول لي احمد وشنا هي الخطه ديالهم؟ قلت لهم حتى تفكوني وتعنقوني عاد نقول لكم. قال لي احمد وين نهبيل هذا، تفكوك عاد نعنقوك من الفوق. يا سلام. قلت لهم علاش فيها؟ قلت لكم المعلومات عليهم بحال التركيبه اللي كيعطي الشياطين والعدد ديالهم وطلع داكشي بصح. قال لي بالقاف وما كديرش معنا نفس اللعيبه، كتعطينا معلومات صح باش تعرف علينا كلشي وتمشي تعاود ليهم. قال لي نصير تانا شك في جاسوس مزدوج كيخدم معنا ومعاهم. قال لي حنوش ويعطيك الصحه، داكشي اللي قلت حتى انا على هذا الكلب هذا. تسمع الصوت ديال العتيقه اللي بعيده اللي قالت شنو هي هاد جاسوس مزدوج السيدي احمد؟ قال لي لا لا ماشي جاسوس، انا عارفه من اومس في الفعيل ولكن حسبي واقف معنا. قلت لهم والله تمعكم، وكنت متوقع انكم غادي تهلاو فيا حيت غامرت براسي كنت غنموت. قال لي حنوش لا ثقه في عتيقه، وسمح لي يا سي احمد كنهضرش على عتيقه مرتك، كنهضر على زغلول. قالت لي عتيقه ما بالك غا سميتي تعطي بها الامثله ديالك؟ بغاو يبداو يتناقشوا قاطع مارو. قال لي دابا قول لينا شنو عارف. قلت لي فكني ونقول لكم. قال لي هضر وانت مربوط. قلت لي فك لي غير يدي، حل لي يدي وانا نرسم لهم فوق من الثلج البلاصه اللي فيها جوهر وحتى ايصاو الجيش، وشرحت لهم بلي كاين جبل من موراهم وقدامهم بحيره مجمده وكاين تما المخازن ديال الماكله واللي مخبيين فيهم حتى دوك التركيبات اللي كيخليو دوك الجن مفترسين وقويين. وريتهم حتى فين مخبي داك المخزن، ووصلت لهم نصف دائره وقلت لهم هادي العافيه ديال السحر الاسود اللي مكطفاش، راه دايرها ايصار تما باش يبقاو ديما سخان وهما مشكلين على شكل بشر. بالقاف كان كيفكر ويقول وكيفاش غيدخلوا الماكله والتركيبات لدوك المخازن ياك هما خاصهم يبقاو قراب من العافيه؟ قلت لي راه كاينين واحد الجن مع ايصار مدربين باش يصبروا على الثلج حتى على العافيه واي جو، حيت كان كيدير عليهم تجارب وبقاو على الهيئه ديالهم، ما تحولوش للصوره ديال الحيوانات ولا الانسان وبقاو قويين، وهما اللي تكلفوا باش يجيبوا الماكله ويخبيوها تما. بقاو كيشوفوا في بعضياتهم وكيفكروا، وكان باين فيهم القلق. قال لي يا احمد بهالطريقه ما يمكنش يهجم عليهم شي جيش. قلت لي اه، ودابا غادي نقول لكم النقط ديال الضعف ديالهم. عينيهم تحلوا جاهم الفضول، وانا نكمل كلامي وقلت حتى تفكوني عاد نقول لكم. هكا كنحس براسي بحال شي حيوان كتستجوبوا فيه. قال لي احمد حيوان؟ فكوه فكوه. شد مارو في السناس اللي بيديه وقطعها، وقال لي اهضر بلا ما تبقى تزيد فيه ولا غتاكل شي قتله ديال الكلاب. قلت لهم الشياطين ديال جوهر ما كيشوفوش في الظلام مزيان، داكشي علاش ايصار دار العافيه في كل بلاصه من التكانات، والتركيبات اللي كيدير لهم كيمشي المفعول ديالها في كل يومين ولا ثلاث ايام، داكشي علاش دار المخازن وجاب تركيبات كتار. ويقول لي نصيره ايوا انت قلتي لنا الثغرات ديال الجيش ديالهم ونقاط الضعف، وهادو اللي قلتي كلهم لقاو لهم الحل وما خلاوهمش نقاط ضعف. نورا كانت اول مره تهضر وقالت عندي فكره. قال لها احمد شمن فكره؟ وحنا لاعبين اللعبه راه حرب هادي، وفين عمرك عطيتينا شي فكره؟ ياك انت اللي كتشعلي الحرب وتراجعي للور. قال لي مارو عندك الحق. هو يشوف نورا وقال لها انت بالضبط سكتينا، باقي ما نسيت لك شنو درتي. قال لي احمد اش دارت؟ مارو ما جاوبوش ويقول لهم حنوش عندي فكره، وبقى كيشوف فيا وقال لهم تبعوني. تبعوا كلهم حنوش وخلوني بوحدي. داروا دائره وبقاو كيهضروا ويوشوشوا وسط منها. شويه شفت مارو ضرب ثلاثه ديال الضربات في الارض بالعصا ديالو، وغبر هو وعتيقه ونورا. بقى في الكهف غير احمد ونصير وحنوش وبالقاف، وعرفتهم بلي كيديروا شي خطه. مشاو يديو نورا وعتيقه لشي بلاصه بعيده على الحرب. حاولت نسمع شنو كانوا كيقولوا، ولكن كانوا كيدويو بالشويه. من بعد قرب لعندي احمد مبتسم وضرب لي على كتافي وقال لي نهار كبير هذا سي زغيليل.
قلت لهم مالكم كتشوفوا فيا كاملين اش واقع؟ قال لي غادي نصيفطوا بوك عند الحبيب ديالك ايصر. قلت لهم هي غتضحيو بيا؟ قال لي احمد انت دي غير داكشي اللي غادي نقولوا لك. شويه رجع مارو في الكهف وكان غير بوحدو وما معاش نورا وعاصقه، كان هز في يدو واحد البرا. قرب ليا وقال لي دابا جات الفرصه باش نعرفوك واش معانا ولا معاهم. قلت ليش من فرصه وديالاش هاد البرا اللي في يديك؟ قال لي ما تخافش حنا غادي نديرو لك غير شويه ديال الماكياج باش تولي زوين. دار بيا هو حنوش ونصير وحتى احمد وبالقاف. هضرني حنوش واحد البنيه لفمي بجد حتى غوت. قلت لي اه مالك كضر فيا اش درت؟ تقاد معايا نصير وعطاني بنيه لعيني حتى بان لي الضو بديت كنغوت امي عيني. قال لي احمد ما تخافش هادشي لمصلحتك زغلول، الا رجعتي لعندهم ما فيك والو غادي يقولوا بلي راك تعاونتي معانا. قلت لهم الله يرحم الوالدين زقاو عليا، علاش كتخليو في دار بويا؟ ويا تجيني واحد البنيه اخرى لعيني من عند احمد نيت. بديت كنغوت ويقول لي واش شي شحال كنبغيوك زغيليل؟ بالقاف قبسني برجلو حتى طحت، بقاو كيصلخوا فيا حتى تنفخ لي وجهي كامل. وقال لهم مارو باك علي، وقفوني وفهموني الخطه ديالهم وشنو غادي ندير. وقال لي مارو فاهمين؟ قلت له هلا مفاهمين غزقوا عليا. هزوني ونقلنا مارو بلاصه ديالو حتى بقات 5 كيلومتر على المعسكر ديال الشياطين. حطني وقال لي يلا جري زغلول. بديت كنجري وسط من الثلج وكل واكل قتله ديال العصا، حتى قربت وشافوني الشياطين كنجري وكنطيح وكنوط. جاو كيجري وجاروني دخلوني للمعسكر ومشى واحد الشيطان عيط الجوهر حتى ايصار. خرجوا لعندي من واحد القبه ديال الثلج وبديت كنقول لهم شي هضره ما مفهوماش. وجهي كان منفوخ وخرج لي الدم من نيفي. قرب لي ايصار وقال لي انت اش كتقول؟ قلت ليه غادي يقتلوك. قال لي كي غايديروا قتلوني؟ شويه بان لي السهم جاي في السما طلقوا مارو وجاي لراس ديال ايصار، وانا نتلاه على داك السهم تلقيت ليه بكتافي وضربني وانا نطيح. بدا الصداع في المعسكر والشياطين كيطلقوا في الاسهم في الجهه اللي جا منها السهم ديال مارو، حتى جوهر مشى كيجي غير لتما. ولكن واحد شويه ورجع، ايصار كان باقي مخلوع ومصدوم وانا طايح قدامه كان كيخرج لي الدم. خلاني وهربت خبى في القبه، اما الشياطين اللي قراب جاروني دخلوني وهما جاريني غيبت وما عقلت على والو. دازت يومين بالحساب عاد فقت، حسيت براسي وليت بخير. البلاصه ديال السهم داواوها مزيان، واول حاجه قال لي ايصار ياك مي حساب ليك غادي تمثل عليا بلي نقدتيني وغنثيق فيك بهاد الحركه اللي فايت شفتها في واحد الفيلم. عرفت بلي ايصار كيجسس ليا النبض ويجرب فيا، وانا نقول ليه ياك باش تشكرني جالس كتشك فيا. جوهر كان كيسمع لينا ويقول لي اش واقع؟ قلت لهم الكلاب كيوجدوا لكم مفاجاه وغادي يقتلوا الجيش ديالكم كامل. بداو كيشوفوا فيا وقال لي ايصار وكي غيديروا ليها معلم يلا. قلت لهم العصا اللي عند مارو خطيره بزاف، غادي يستدعي بها جيش كبير ويهجم عليكم. قال لي ايصار وانت اش قلتي لهم علينا؟ قلت ليه قلت كاع داكشي اللي عارف. دفل في الارض حدايا وقال لي تفو على ماركه كيدير مالك كدير بالزربه كتوصل الخبز للفران. قلت ليه واكون شفتي العصا اللي عطاوني؟ ما تصبرش عليها انت، كون سلخوك بها غتقرب اي حاجه عارفه بلا لا يطريه ليك. خصك تجرب غير شي بنيه من يد حنوش بحال ديال شي بناي صحيح، تقدر تنهرب من الدائره اللي داروا ديال السحر غير بزز. قاطعني جوهر وقال لي اش من دائره؟ قلت لي دائره كيتبطل فيها كاع السحر باش ما نقدروش نتعقبهم، ولكن انا عارفهم فين كاينين. قال لي فين كاينين؟ نعت لهم بلاصه بالضبط. وجوهر صيفط مجموعه ديال الشياطين باش يمشيو ليهم، ويقول لي كي غيديروا يستدعيوه جيش. قلت لي مارو عنده واحد التعزيمه غيديرها بلاصه والدم ديال بلقاف، وغيستدعيو الجيش اللي كان كيحارب مع بلقاف في المجوانه الاولى والثانيه والثالثه، وغادي يكونوا اكثر من 300,000 جن. شويه دخلوا علينا شي وحدين من الشياطين اللي صيفط جوهر، وقالوا لي بلي مشاو للبلاصه اللي وريتهم ولقاوه دائره مبطول فيها السحر، ولكن ما لقاو حتى شي واحد وسط منها. شاف فيا جوهر وقال لي زعما غيكونوا هاربوا، وشناهي الخطه ديالهم؟ قلت لي ما عرفتش حيت خباو عليا شحال من حاجه، ولكن اللي فهمت هو غيديروا معسكر في القطب الشمالي حتى هما. شويه ايصار بدا كيكحب وتما وجهه تبدل فيه اللون ويطيح سخف. دابا اصدقائي غادي نرجعوا لعند البطل ديالنا احمد يكمل لكم القصه، كلشي راه مفهوم. الخطه ديالنا كانت مزيانه، ما ردا نورا وعتيقا للشقه ديالي القديمه اللي في كازا. جا عندي لا حنوش اول مره على صوت ليفرور الى عقلته. رجع مارو جاب معاه واحد البرا، برا اللي قال لنا بلي فيها سم كبير ومركز بزاف، جابوا من واحد النوع ديال الدبان وبالضبط الدبانه اللي سميتها تسيتسي، وعطى ديك البرا لزغلول. زغلول اللي شدينا وعطينا قتله ديال العصا وصيفطنا للمعسكر دارس وهارب. ملي خرج ايصار وجوهر مارو طلق السهم اللي اتفقنا عليه، وزغلول دارس وتلاح على ايصار باش ينقضوا. وفي ديك الوقيته فاش تلاح عليه دقوا بديك البرا اللي فيها السم
ديال تسيتسي، وحنا خلينا الدائره اللي كندير معه ومشينا فوق من الجبل الجليدي اللي جنب المعسكر، ودرنا دائره واحده اخرى مطول فيها السحر وجلسنا فيها في الجبل اللي فوق راسهم ومخبين فيه. كان مستحيل شي واحد يقدر يطلع عليه حيت غادي يتجمد، ولكن البغال ديال مارو كما ديما عنده الجديد، والعصا ديالو ولات كطلع السخونيه بلا ما تشعل العافيه بحال شي كلمه اللي كتسخن، وسخنات لينا الدائره كامله حتى حسيت انا كاع بالصهد وليت باغي نلوح حوايجي. كنا من الفوق حاضرين اي حركه كيديروها بحال جالسين معاهم، حتى بانوا لينا هازين ايسر مخرجينو من المعسكر، وعرفنا بلي الخطه ديالنا نجحات وغنتهناو من ايسر. اما الشياطين ديالو ديك الساعه غادي يوليو خارجين من الحرب حيت غادي يتلاهاو فيه باش يداويوه. الخطه كانت في الاول نقتلو ايسر ديريكت، ولكن فكرنا بلي الشياطين ديالو غادي يدخلوا للحرب ويبغيو ينتقموا كما فايت وقع لينا مع الساحر الافريقي، وفكرنا بلي غادي نخليو ايسر هو والشياطين ديالو يتلاهاو حيت خاصو شويه ديال الوقت باش يداوه، وما يداوه حتى نقتلو جوهر والجيش ديالو. بدا مارو كل مره كيمشي للبلاصه في القطب الشمالي وكيرجع، وجوهر كيصيفط ليه كتيبه ما كيلقاو والو وكيعاودو يرجعو. بقينا كنديرو ليهم بحال هكا وكنلاهيو فيهم حتى قدر يتواصل معنا زغلول، وعطانا معلومات مهمه على الوقت اللي كيناس فيه جوهر، وكانت ساعتين في الليل، وقررنا بلي غادي تكون هي الوقت ديال الهجوم ديالنا عليهم. سنينا زغلول حتى عطانا الاشاره، وهبط مارو رسم دائره كبيره دايره بالجبل وحتى بالبحيره والمعسكر ديالهم، وبطل السحر فيها بالعصا ديالو ويطفى عليهم العافيه اللي كانت مضويه عليهم، وبقات العصا ديالو خدامه. ورجع لعندنا الجبل وتمتم بالعصا على التريكو باش يخدم، وقال لي جرب دابا ولا ما خدمش غنقد بهم بوحدي ما تخافوش. نصي قرب ليا وشد فيا وتحكم في التريكو، ورجعت خفاش كبير حيت الخفاش غيقدر يشوف مزيان في الظلام، حتى مارو كان كيقدر يشوف في الظلام. هبط لهم مارو من الجهه ديال اليمن باش يهرس ليهم التركيبات، الجهه اللي في هذاك المخزن اللي مخبين فيه الماكله والتركيبات. طلح نصير فوق من ظهري وهز شعله في يده وطارت فوق من المعسكر ديال الشياطين. الخفاش ما كيشوفش ولكن كيطلق موجات في الظلمه هي اللي كترجع لعنده، وكيقدر يعرف الا كان قدامه شي واحد في الظلام ولا شي حاجه. وداك الشيء اللي درت، بديت طاير فوق من المعسكر وكنطلق الموجات اللي كترجع ليا وكتعطيني الصوره في عقلي، والسما كنت كنشوفها في عقلي حمراء والثلج اللون ديالو بنفسجي، وكلشي كان واضح قدامي وخلوان مبدله، وبان لي المعسكر بحال شي خريطه. هبطنا ونصير للمخازن اللي على اليسار، وما عاود تكلف باللي على اليمن، ولا نصير شعله ديال العافيه فوق من المخزن اللي كان تحت منا، حتى شعلات وشدات حتى في المخازن اللي حداه. طرت انا للفوق كنشوف التركيبات والماكله اللي عندهم كامله كتحرق، ورجعت للجبل الفوق وانا القمر وسبقنا وحرق المخازن اللي على اليمن، ومشات الخطه كما درنا. وشفنا جوهر من بعد خرج من القبه ديالو، ولكن اللي عطى الله عطاه، مشات لهم الماكله والتركيبات وطفات لهم العافيه. جوهر حاول يدير السحر ويشعل العافيه، ولكن الدائره اللي دايره بهم مبطول فيها السحر. بقينا حاضينهم من الفوق شحال من نهار، تخربقوا بزاف وما عرفوش واش يتحركوا بالجيش، وخافوا نهجموا عليهم بالجيش اللي قال لهم زغلول بالعاني، وبقوا حتى جاهم الجوع، والقضيه ملي كيكون فيها الجوع كتكون مبدله. بداو غير كيخربقوا كاملين، وكل مره كيصيفطوا مجموعه منهم باش تصيد، وفي ديك الوقيته كنخرجوا لديك المجموعه وحنا اللي كنصيدوها، حتى ما بقى قدر حتى شي واحد فيهم يخرج. وديك الساعه دخل الخوف في قلوبهم، هذا هو الهدف ديالنا. البلاصه اللي جاوا باش يتخباو فيها ولات هي السجن ديالهم، وفين ما شعلوا شي عافيه عاديه باش يدفاو بها، مارو كيطفيها لهم بلاصه ديالو. وزغلول كان مره كيسلت وكيوقف جهه الجبل، كيهبط لعندو مارو يعطيه الماكله من داكشي اللي كان صيدو. ديك الوقيته بداو الشياطين كيزيدوا يجوعوا كثر في كثر، وهذا الشيء كيعني كيجهلوا، وجاهم البرد وبداو كيضاربوا مع بعضياتهم. نوضنا وسط منهم الفتنه، فيهم اللي قتل صاحبه وكلاه كاع، وكنشوفوا جوهر حتى هو بدا كيفقد التحكم في الجيش ديالو. ودخلنا في المرحله الثانيه من الخطه، المرحله ديال التصفيه، والموضوع جانا ساهل. مارو هبط ليهم بشويه، جا القوس ديالو وعزم عليه، والسهم اللي كان في القوس ولاو منه بزاف ديال الاسهم اللي طويله، وحنوش وبالقاف هبطوا ليهم من جهه اخرى هازين السيوفه، ما شافوهمش وبقاو كيتفاهموا غير بالاشاره، وكيدخلوا على الشياطين كيتسلتوا القبه من مور قبه وكيدبحوهم. كاين اللي قدر يهرب منهم، ودوك اللي هربوا خرجوا نفخوا في البوق اللي كان كبير ديال الحرب، وخرجوا الشياطين ولكن كانوا تالفين بالجوع وما ناعسينش مزيان. مارو تقد معاهم وبدا كيطلقوا الاسهم من جهه، اما من الجهه الاخرى حنوش وبالقاف كيضربوا فيهم. وجا الدور ديالي، قاصني نصير وتحولت لتنين، تلاح فوق من ظهري وانا نهبط ليهم طير، قربت ليهم وبديت كنطلق عليهم في العافيه. جوها خرج من القبه ديالو، حاول يجمع الجيش ديالو اللي كان مخربق واللي كانوا كيتصاطحوا مع بعضياتهم، وكاين فيهم اللي كان خايف بزاف. ما عرف جوهر منين يبدا، حاصرناهم وولاو الشياطين كيهربوا لجيت ديك البحيره المجمده،
وزغلول بان ليا هارب كيجري خارج من المعسكر. وجوهر ما عرف ديك الوقيته على من يهجم، عليا انا ونصير ولا على حنوش وبالقاف ولا على مارو اللي كيطلق عليهم. ومشى كيجري لجهه مارو، تلاقى هو وياه. جوهر جبد السيف ديالو بغى يضرب مارو، تخوى عليه وضربو بواحد البنيه حتى تلاح. تبعو مارو عطاه برجلو بقوه كبيره حتى طار وتضرب مع واحد الجبل وتبعو، ولكن جوهر وقف وفي ديك الوقيته تحول لافعى كبيره. بغى يضربو مارو ويتلوى عليه كامل، كان باغي يخنقو وبقى كيحاول مارو حتى قدر يخرج يدو ويشد الراس ديال الافعى حكمها. وفي ديك الوقيته جا حنوش وبالقاف وبداو كيضربو في الافعى بالسيوفة وكيجرحوها من كل بلاصه. شويه وهي تغبر ديك الافعى من وسط منهم، ما عرفناش فين مشات. وسمعنا الصوت ديال ايسر بالجهد كيقوله: والله لا بقات فيكم، ربحتوا هاد المعركه ولكن الحرب يلا غادي تبدا. دابا زغلول هو اللي غادي يكمل. زغلول كيقول: ملي بدا الهجوم على المعسكر حاولت نهرب وقلت نخرج حتى يسالي الهجوم ديال مارو واللي معاه على الشياطين ويقتلوهم ونتسناهم شي بلاصه اللي بعيده حتى نتلاقى بهم. ويخرج من الدائره اللي داير مارو باش يبطل السحر، لقيتها ممسوحه من واحد الجنب ومهدومه. وانا استغرب شويه وانا نحس بشي واحد حط يده على كتافي. ضغط وانا نلقى ايسر، تخربقت وحاولت ما نبينش القلق ديالي. قلت لي: الحمد لله على السلامه ديالك سي ايسر، كنت خايف عليك، شفتي هاد ولاد الكلاب شنو داروا في جوهر؟ من امتى وانت هنا؟ قال لي: ماشي بزاف، يلا شي ساعه من الوقيته اللي بدا فيها الهجوم. قلت لي: علاش ما تدخلتيش في الحرب وعاونتي جوهر صاحبك؟ ابتسم بواحد الابتسامه شيطانيه وقال لي: على فين عمرني كانوا عندي شي صحاب، شفتك كتسول بزاف، اجي بعدا، باينه فيك شبعان ماشي بحال الشياطين جيعانين ومبهدلين. جار لي حنكي بالجهد وقال لي: وربيتي لحناك. قلت لي: لا لا سي ايسر، غير كنت كنمشي للمخازن ديال الماكله وكنسرق منهم، قدرت نهز بزاف ديال الماكله قبل ما يتحرق المخزن. قال لي: قبل ما يتحرق المخزن؟ بغيت غير نعرف كيفاش الجسم ديالي وصل ليه سم ديال الدبانه كتعيش غير في افريقيا. قلت لي: تقدر تكون شي تعويذه ماشي ضروري السم ديال الدبانه تسي. وقفت الهضره حتى عرفت راسي زبلتها، هو ما قالش السميه ديال الدبانه. بدات راسي كنعطس: اتسي اتسي. وقلت ليه باينه ضربني البرد، بقى ساكت وقال لي: بالسم ديال الدبانه تسي تسي، انا متاكد. باركه من الهضره وتبعني. تبعتو بقينا غاديين واحد شويه وحنا نوصلوا حتى واحد الجبل في واحد الدخله بحال الغار. دخلنا معاه ولقيتو حاط واحد الطبق كبير بحال الطبسيل وفيه الماء فوق منه بحال الزيت. قربت لعند داك الطبق وطليت فيه وبان ليا كيصور الارض ديال المعركه والمعسكر، وكل شيء كيبان وسط من داك الطبق بحال شي شاشه اللي كبيره كتبين لك شي فيلم لي لايف. وعرفت بلي ايسر ماشي غير ساعه هادي باش جا كي قال ليا، ولكن كان جالس هنا كيتفرج في كل شيء. شويه بان ليا وسط من داك الطبق جوهر خارج وسط من الشياطين، وتلاقى هو ومارو وسط من ارض المعركه. حاولوا يضربوا جوهر بالسيف ديالو ولكن مارو تخوى عليه وبدا كيضرب فيه وضربوا برجلو بالشات حتى تلاح. تخبط مع واحد الجبل اللي كان بعيد وطاح. تبعوا مارو كيجري ولكن جوهر ولا افعى اللي كانت كبيره تلوى عليه بالجهد باش يخنقوا، وبقى مارو كيحاول يتفك منه. في ديك الوقيته جا حنوش وبالقاف وبداو كيضربوا في ديك الافعى بالسيوفه في كل بلاصه، وتما مارو قدر يخرج يدو وشد الافعى من راسه. يلا بغا وقت الواجب ايسر وهو واقف حدايا واحد السيف في شويه ديال الدم، وبدا كيقرا في واحد التعزيمه بلغه الجن اول مره كنسمعها. وكيقراها غبر جوهر الافعى من وسط منهم، ما عرفوش كاع فين مشى، وطاح جوهر حدانا في الكهف ورجع للصوره ديالو الحقيقيه. طاح حدانا سخفان وكان كله مضروب ومجروح. ايسر استدعى الجن اللي معاه جاو الكهف وبدا كيهضر وسط من داك الطبسيل بصوت كبير كيتسمع في ديك المنطقه كامله، وتحلف على العائله ديال احمد ومارو وقال لهم: يلا ربحتوا المعركه الاولى والحرب بقى طويله. وقرا علينا واحد التعزيمه نقلنا كاملين للمعمل ديالو. وغيوصلنا الجن اللي معانا هزوا جوهر وحطوه فوق منه واحد الطابله كبيره. جبد ايسر واحد البغا واحد الخيط وشدوه واحد التركيبه اللي كانت مخلطه من العشوب، وبدا كيداوي في جوهر اللي مغيب قدامنا وكيخيط ليه في الجرح ديالو. قربت انا حداه وانا نقول ليه: ياك انت كتقلب على القلب ديال شي هجين، شي واحد مخلط ما بين الانس والجن، ها هو هذا قدامك، ولا ما تعذب، قتل جوهر خذ لي القلب ديالو. شاف فيا بواحد الابتسامه شيطانيه وقال لي: انا ما كنقلبش على القلب ديال شي واحد مخلط، انا كنقلب على شحال من حاجه، وخليك مني، انا باغي نعرف غير انت علاش كتقلب بعدا. قلت لي: ما كنقلب على والو، باغي غير ننتقم من ولاد الكلاب اللي ضربوني. ما جاوبنيش وبقى كيخيط وكيداوي الجوهر واحد شويه ويقول لي: لا فين عمرك انت كنتي كتفكر تنتقم من شي واحد؟ شحال عذبت فيك وما عمرك فكرتي تنتقم مني، وهادو اللي ضربوك كتفكر تنتقم منهم دابا؟ قلت لي: الحمد لله ملي عرفتي راسك عذبتيني بزاف، ما عمرني فكرت ننتقم منك، وانا حياتي كامله كنضحي براسي على ودك، واي تركيبه ولا تجربه درتيها كتجربها فيا انا الاول.
هذا انا راني تلقيت السهم اللي كان غادي يقتلك يطيحك في الارض ميت. غيت لي كتافي وريتو الجرحه اللي باقا فيها وقلت ليه ياك انت اللي ربيتيني وكتعرفني مزيان. قال لي وحيت انا اللي ربيتك وجه الطوبه راه كنخاف منك وعارفك شنو كتسوى وعارف تربيتك غتطلع. مشى حدا جوهر حل لي عينيه قلبهم بجوج وقرب لي حدا ودنو وقرا لي واحد التعزيمه بلغه اللي غريبه. وانا نتفاجئ بالضرب والجرحات اللي في جوهر غبروا بحال ما كان فيه والو. وقلت لايسر اش هادشي؟ قال لي هادشي تعزيمه مكتب تاع حوت. يلا بغيت نهضر بان لي جوهر كحب جار نفس طويل وينوض من بلاصتو كان صحيح في صحيح ما فيه والو. خفت وانا نرجع للور. ايسر قرب لعند جوهر وضرب لي على كتافه وقال ليه على سلامتك تسناني هاني جاي. خرج ايسر وبقيت غير انا وجوهر اللي كيدير فيا شوفات كيخلعو. صغت طريقي وقلت ليه الحمد لله على سلامتك الشاف. جوهر شفتي هادوك ولاد الكلاب اش داروا؟ قتلوا الشياطين كاملين. ولكن ما تخافش راه ايسر باقي ما كملتش كلامي دخل ايسر هز واحد البلاطو كبير فيه الماكله من جميع الانواع اللي كتشهي الكفته واللحم وحتى الشيبس والمناضه. وانا نقول لايسر وانا فين حقي؟ ويقول يا ايسر حقك من مور الموت زغيليل ولكن انت راجل قرب وكل معاه ها هو قدامك شكون حبسك؟ شفت الجوهر اللي كان بحال شي وحش كياكل وانا رجع للور حيت خفت. خفت لما تقدوش حتى ديك الماكله ويكمل بيا. خرج ايسر مره اخرى وخلاني معاه شويه ويرجع هز كتاب الغلاف ديالو من الذهب ومكتوب عليه بلغه اللي غريبه. قرب لعند جوهر اللي سال الماكله وخرج واحد الصوت غريب من المعده ديالو. عطاه الكتاب وقال ليه ايسر ديما عند الكلمه اللي كيعطي هاك ها الكتاب ديال تاحوت. شدو من عنده جوهر وبدا كيقلب فيه وقال اول حاجه شكرا حيت نقدتيني. و ما كملش هضرتو وتفاجأ ملي لقى الكتاب مقسوم على جوج. نص ديال الصفحات محلول والنص الاخر مسدود بمعنى لاصقين مع بعضياتهم. ويقول ليه اش هادشي؟ مال هاد الكتاب مقسوم؟ قال لي ايسر هذاك النص مسدود وخاصو سيروت ديالو هو اللي فيه التعويذات والتعزيمات اللي كتستدعي الجيش ديال الموتى. وشير لي فواحد الدائره وسط من الكتاب دايره بحال ديك البلاصه اللي كيدار فيها السيروت وفوق منها مرسوم واحد الاله ديال الفراعنه من الالهه القديمه اللي كانوا كيامنوا بها الفراعنه. قال لي جوهر وهو طالع لي الدم اش غندير انا بهذا الكتاب؟ العزيف اللي عندي احسن منه. قال لي جوهر ما تخافش انا عارف المقبره اللي فيها السيروت ديالو وشحال هادي وانا كنقلب عليه وقدرت نتواصل مع الجن اللي حارس المقبره وعرفت الطلب ديالو باش يخلينا ندخلو وناخذو السيروت. قال لي جوهر وشنو الطلب ديالو؟ قال لي ايسر الطلب ديالو بسيط بغا ولد زهري من الدرجه الاولى. قال لي جوهر مستغرب زهري؟ قال لي ايسر اه والزهري كيبغي الجن كتكون في علامات بحال لسانو مقسوم ولا يدو فيها خط بالعرض ولا حتى عينيه كتبان فيهم وبزاف ديال العلامات كيعرفوها السحره وكيكونوا قلال كاع. كتلقى زهري واحد في مليون ديال البشر وحتى هما فيهم درجات اللي كيكونوا فيه كاع العلامات كيكونوا من الدرجه الاولى بحال الا قلنا العزله الاولى واللي فيه علامه ولا جوج كيكونوا من الدرجه الثانيه وهكا الاختلاف بيناتهم وكيكون محبوب من الجن المؤمن كيبغيه ومكروه من الشياطين. قال لي جوهر شنو كيدير هاد الزهري؟ قال لي ايسر الزهري هو السيروت ديال المقابر والخزنات اللي مدفونه كيقولوا بلي ملي كيتولد كيسكنوا جن ولا روح ديالو كتبدل بروح جن وكيوليو فيه العلامات. المهم حارس المقبره بغى راس ديال ولد زهري فيه كاع العلامات باش يخلينا ندخلو. قال لي جوهر وقدرتي توصل لشي ولد؟ قال لي اه وكل شي واجد غادي نجيبوه وندخلو للمقبره. دار شاف فيا لقاني كنسمع ليهم وقال لي يا قلتي فيك الجوع ما كاس كتصنط لينا سي خوش شري شي حاجه وكولها. ما عاودتش الهضره وهبط الحانوت اللي فراس الدرب اللي فيه المعمل ديال ايسر. شريت شيبس وخديت واحد الساندويش وتميت راجع كناكل. راجع بالزربه باش نسمعهم شنو كيقولوا ما تفوتني حتى شي حاجه. وفي ديك الوقت حسيت بشي واحد جا من مورايا وخشى ليا راسي فشي حاجه كحله ما كتبينش وجارني. هنا الاصدقاء بطل القصه احمد هو اللي غيهضر ويكمل. ملي كنا في الحرب جوهر غبر من قدامنا وسمعنا الصوت ديال ايسر كيدوي بالشات عرفناه باللي بغى بالزربه ورجع ولقينا السحر رجع للدائره اللي دار مارو. قلبنا عليهم في كل بلاصه في القطب الشمالي وما لقيناهمش حتى البرهوج ديال زغلول ما لقيناهش. تجمعنا انا ومارو حنوش وبالقاف ونصير ونقلنا مارو بلاصه ديالو الشقه ديالي القديمه في الدار البيضاء. وكي وصلنا شافتني بنتي نورا وفرحات بزاف وعنقاتني حتى عتيقه. كي شافتني قالت لي على سلامة سيدي احمد اش درتو في الحرب؟ سبع ولا ضبع؟ قلت لها سبع قال ضبع اش كتعرفي على هاد العائله المجرمه؟ فرحات ودخلت للكوزينه كطيب لينا. شويه جابت واحد الطبسيل كبير عامر باللحم بالباقوق وحطاتو قدامنا. غير شافو مارو عينيه خرجوا
وحنوش قال الله الله على زغدة. قلت لي بقات عندك شي عينه من الدم ديال زغلول؟ قال لي اه. قلت لي وقبل ما نبداو الماكله شوف هنا هو اللي يكون مع ايسر. جبت واحد الزيف وقرا لي تعزيمه ويقول لي فراسك راه كاين غير في الدار البيضاء وقريب لينا ما بعيدش بزاف. قلت لي مزيانه الله يكون مع ايسر وجوهر ونوصلوا ليه باش نعرفوا الخطه ديالهم. ودابا قبل ما نبداو الماكله سير انت ومارو شوفوا فين كاين، ما غاديش ناكلو حتى تجيو، غنتسناوكم. قال لي مارو ويوغو طايحين ولا الوليد هادشي كيشهي. قلت لي بقات لك غير الماكله البغل، باقي ما ساليناش الحرب، سيروا شوفوا زغلول وجيو وديك الساعه راه ما تاكلو. مشى هو وحنوش انتقلوا بلاصه ديال مارو للبلاصه اللي فيها زغلول وغي مشاو. مشيت كنجري قدام الطابله انا ونصيرو باللقاف وبدينا كناكلو. قال لي نصيرو في المعامره احسن حاجه درتي في حياتك، هنيتينا من حنوش ومارو كل دغيا دفع ديك الشحمه جهت باللقاف عزيز علي الشحمه. باقي كناكلو رجع مارو وحنوش جايبين معاهم زغلول داير لي خنشه على راسو وهز واحد شيبس واحد الماكله في يده وغي شافونا طلقوا من زغلول شافوا في بعضياتهم وقال لنا حنوش ماشي تارجليت هادي غير خيانه. جاو كيجريو للطابله باش ياكلوا داكشي اللي بقى قبل ما نكملوه. باللقاف وقف وحيد لزغلول الخنشه من راسو وغي شافنا زغلول قال لنا والله باقي ضربني شي واحد حتى نوريه باقي كاع ما بغيت. ضحكت وقلت ليه زيد زغلول تاكل زيد غير الماكله غتسالي. جا كيجري جلس معنا في الطابله وبدا كياكل حتى هو وقال لنا مغطيقو شنو وقع. قال لي حنوش اش وقع؟ عاود لينا كل شيء من الوقيته اللي تلاقى فيها مع ايسر وكيفاش داو جوهر والكتاب ديال تاحوت ولا الولد الزهري اللي بغاو يضحيوا به. قال لينا نصير ولاد الحرام خصنا نوصلوا لذاك الولد الزهري قبل منهم ونقضوه. قال لي حنوش بالك غير الولد الزهري ما بانش لك الجيش ديال الزومبي اللي غادي يخرجوا بالكتاب. بنتي نورا هنا نقزات وقالت شنو هو ولد زهري؟ قلت لها من بعد ونقول لك ابنتي وانا نقول لمارو خاصك ترد زغلول دغيا قبل ما يعيق به ايسر. راه هو اللي خاصو يقول لنا البلاصه ديال الزهري. ناض مارو ما حاملش راسو وشد في زغلول ويقول لي زغلول تسنى مشى كيجري يهز شيبس ورجع لعند مارو وهما يغبروا انتقلوا بلاصه ديالو. دابا زغلول اللي غيهضر الخوت كنحاول ما نتلفكمش ولكن ميمكنش نعاود شي حوايج البطل ما شايفهمش. زغلول كيقول ردني مارو بعيد على العماره واحد شويه اللي فيها الشقه ديال ايسر اللي دايرها معمل ومختبر. قديت حوايجي ورجعت طلعت دقيت في الباب حل لي ايسر دار فيا واحد الشوفه غريبه وقال لي فين كنتي وجه الطوبه؟ قلت له حتى بلاصه مشيت غير للحانوت وجيت. قال لي يومك تعطلتي بزاف فيك ريحه اللحم. قلت لي غير شيبس اللي كليت بنكهه الكباب ها انت شم. حليت ليه فمي وقال لي يا بعد عليا قمقومك ودخل جلس مع جوهر حتى نجي غندي الشياطين ونجيب الولد الزهري. ما بغيتش انا نبين لي وعطيته بظهري ومشيت وملي شفتو ما داش فيا قلت ليه ايسر علاش ما دينيش معاك؟ كنخاف من جوهر وبزاف شحال هذا اصلا ما خرجتش انا وياك. قال لي لا البلاصه اللي غادي ليها يقدر توضر فيها وما نلقاكش. قلت ليه ياك ما غادي للمغاره ديال علي بابا؟ قال لي هضرت معاك دخل ما تعطلنيش غير العشيه غنجي. قلت لي الله يحفظك ايسر غير ديني معاك. دفعني وقال لي انت سير ليه. قلت لك تسناني راني غادي لحبس قارة. قلت لي حبس قارة اللي في مكناس؟ قال لي اه عرفتي دابا علاش ما بغيتش نديك دخلوا هنينا. دخلت جلست ومشى ايسر وانا نجبد التليفون صيفط ميساج لمارو في الواتساب مكتوب فيه الولد الزهري كاين في السجن ديال قارة بمكناس ومسحت الميساج كيطلع ليا في ومسحت الكونفرساسيون كاملة. دخلت جيت البيت اللي فيه جوهر وبان لي جوهر جالس كيقرا في الكتاب ديال تاحوت وجاتني واحد الفكرة. دخلت جلست قدامه كنلعب في التليفون شافني ويقول لي اش داكشي في يديك؟ قلت لي تليفون. قال لي شنو هو؟ قلت لي اه نسيت انت كبرتي وعشتي في بيرباهوت ما عمرك شفتي التليفونات هذا جهاز كنتواصلوا به مع الناس. ناض لعندي وحيد لي التليفون من يدي بقى كيقلب فيه وقال لي سحر. قلت لي سحر ولكن علمي ما فيش تعزيمات. قال لي ومع من كنت كتواصل به؟ قلت لي ماشي غير كنتواصلوا به راه في شحال من حاجه بحال الالعاب والفيديوهات عطيني نوريك. عطاني التليفون وحليته وجبت اللعبه ديال الحنش وبقيت كنشرح ليه. قلت لي هذا تعبان كيبقى كياكل وكيكبر ما خصوش يقيس الديل ديالو ولا غتخسر. عجبوه الحال شد من عندي التليفون وبدا كيلعب بحال شي دري صغير. خسر المره الاولى والثانيه وانا نشرح ليه بقى كيلعب وتلاها في التليفون وانا نوض كنتسلد درت راسي كنقلب في الكتاب ديال تاحوت اللي محطوط وغي حطيت عليه يدي لقيت جوهر من مورايا شدني من يدي وكيشوف فيه واحد الشوفه بحال بغا يقشدني. هنا البطل ديالنا احمد هو اللي غيكمل وكيقول ما عدا زغلول رجع لعندنا وضارب الدار كامله عزم عليها بلاصه ديالو. قلت لي ساليتي ويلا بغى يجاوبني وصلوا الميساجات. جبد التليفون ويقول لينا الولد الزهري كاين في السجن قارة في مكناس
قال لي حنوش مصيبة صافي. قالت لي نورا شنو هو السجن قاعة؟ قال لي حنوش سجن دير بحال المتاهة، ما عنده لا باب لا شارجم، حتى واحد ما عارف المساحة ديالو الحقيقية. بناه المولى إسماعيل في القرن 18 تحت مدينة مكناس، كيقولوا بلي أي واحد تخليه ما كيعرفش يخرج منه، وفيه بزاف ديال المتاهات. راه سداتو السلطة ملي توضر فيه جروب ديال السياح جاو باش يشوفوه، وخلاو غير واحد القاعة وحدة هي اللي قدروا يدخلوا ليها السياح. قلت لهم خصنا نمشيو ليه دغيا قبل ما يسبقنا ليه أيسر. نورا خطفات المارو التليفون من يدو، قالت ليه بلاتي ندير ريشيرش في جوجل ونشوف هاد السجن هذا. جمعت انا وحنوش ونصيرو باللقاف على مارو اللي حرك لاصا ديالو، حنا نتاقلو ولقينا راسنا وسط من السجن، وسط متاهة اللي كبيرة كلها ممرات داخلة في بعضياتها وكتيرة، والحيوط ما فيها لا بيبان لا شراجم، والسقف عالي وفي تقابيل اللي صغار باش يدخلوا شوية ديال الضو والأكسجين، وبين هي اللي كانت كيلوحوا منها الماكلة والماء للسجناء، وممكن كاع يكونوا كيلوحوا السجناء من الفوق. دارتو بقيت كنتأمل فيه، وهي تبان ليا بنتي نورا واقفة حدانا. قلت ليها نورا أجابك لهنا؟ تلفتوا ليها كاملين، وهي تقول بلا ما تقلقوا مني قصت مارو بالغلط وجبتوني معاكم. ضيق عيني مارو قال ليها إلا جيتي بالغلط أنا غادي نردك دابا بالعصا. باقي كيدوي وحنا نسمعوا شي ولد صغير كيبكي. دورنا عينينا بالزربه وبان لينا واحد الولد صغير واقف في راس ديال واحد الطريق صغيره وسط من الطريق ديال داك السجن. بدينا كنجريو لجهته ويهرب. قالت لينا نورا راكم خلعتوه غير بشويه وحنا نوقفوا. مشات نورا بشويه كتمشي وكتعيط وكدوي بشويه. هذاك الولد وقف قربات منه وقالت لي ما تخافش اش كدير هنا؟ حنا جينا غير نقدوك. ما جاوبهاش وهي تقول ليه انا سميتي نورا وانت شنو سميتك؟ ما جاوبهاش وهي جبت جوج ديال الحلوات طوفيطه من جيبها وبدات كتقرب ليه بشويه حتى تاق فيها. مد ليها يدو شد وحده خشاف فمو بالكاريط ديالها. قال لي نصير وشوف هاد ولد الحرام ديال ايسر سد على دري هنا بالجوع كل حلوه بالكاريط ديالها. بدا الولد الصغير كيبكي. قربت لعندو نورا وقالت لي ما تخافش شنو سميتك؟ قال لها سميتي ياسين. خرجوني من هنايا كاينين شي حوايج خايبين. قالت لي وعارف بلاصه باباك وماماك فين؟ بدا كيبكي وقال لها واحد راجل كيدير نظاظر ذبحهم قدامي بحال حولي. وقال لي الا ما درتيش داكشي اللي غنقول ليك غنذبحك حتى انت. قرب حدا نصير وقال لي ما تخافش يا ولدي حنا جينا باش نقدوك. تخبى الولد من مور نورا اللي شدت لي في يدو قالت لي ما تخافش هذا غير عمو نصير. قرب ليه نصير قلبو قال لينا الولد زهري ولكن ماشي من الدرجه الاولى. قال لي هنوش ما يمكنش هلا ايسر غادي تقول فيه. بديت انا كنشك في ديك الوقيته في شي حاجه ماشي هي هذيك وانا نقول لمارو نقلنا من هنايا دغيا. جا نصير ونورا وجابوا معاهم الولد وشدينا في مارو اللي تمتم وضرب بالعصا ديالو. غمضنا عينينا حليناهم ولقينا راسنا باقين تما في نفس البلاصه. عاود تمتم وضرب بالعصا ولكن ما وقع والو. حاول هنوش ينقلنا حتى هو وما قدرش. وانا نقول لهم داكشي اللي كنت خايف منه وقع. جوهر عاقب زغلول ودار لينا فخ. هنوش قال ولد الكلبه وكيدير حتى بطل السحر في السجن كامل. قال لي بالقاف وقيل السحر مبطول في السجن ديما من عهد الملك اللي بناه. ما راه حاول يطير ولا ينقز وما وصلش حتى للسقف. وقال لنا بقاو عندي غير القدرات ديالي اما اللي كندير بالسحر كلهم مبطولين. قال لنا حنوش هاد الكلب باين عنده الساروت ديال الكتاب وبالعاني دار لنا هاد المسرحيه ديال الولد السهري. قال لي بالقاف حتى حنا تسرعنا وجينا للحبس ديالنا برجلينا. جابوا نصير وقال ليه هادشي اللي كان غايدير اي واحد في بلاصتنا خصوصا المعلومه جات في وقت اللي ضيق ما فكرناش ومن مصدر موثوق اللي هو زغلول. نقزت نورا وقالت لينا دابا خليونا من الهضره خصنا نخرجوا من هاد السجن هذا. قلت لها انت اصلا جابك لهنا كل ما كتقلبي على البله. قال لينا حنوش نورا عندها الحق خصنا نلقاو الحل ونخرجوا من هنايا ولا غنبقاو مدفونين في هاد السجن هذا. نصير نطق وقال مصيبك احلى هادي. قال لهم مارو يلا بسم الله تحركوا اش كتسناو. قلت لهم اول حاجه غنمشيو مجموعين ما غاديش نتفارقوا وكل واحد غادي يجيب داكشي اللي في جيبه. نورا جبدات من جيبها تليفون ديال مارو وحتى واحد الطوفيطه حطاتهم في الارض. نصير خوا جيوبو اللي كانوا خاويين فيهم غير واحد البريكه. قلت ليه هكاوا على نص نص امتى وليتي كتكيف؟ قال لي حتى لا لا هادو كنشعل بهم العافيه بحال اللي لحنا على المخازن ديال الشياطين. قلت ليه العافيه اه واخا واخا اول مره كنشوف جن كيكمي واش الحشيش ولا الكارو. قال لي مارا مارا الهرش حنوش جبد جيبو لي كان خاوي اما مارو كان جيبو فيه كلوريتس. وقال لنا ملي ديت زغلول شريت جوج باش نحيد ريحه ديال اللحم وبقات عندي وحده.
بلقاه في جيبو كان في خنجر. قلبت جيوبي لقيت فيهم غير التليفون، حطيته واحد داكشي اللي حطوه في الارض. دابا عندنا طوفيطه وكلوريتس وخنجر وجوج تليفونات وبريكا. مارو قال لنا الماكله ما عندناش غير طوفيطه وبكيه ديال الكلوريتس، الما حتى هو ما عندناش. نصير مشى جاب واحد الحجره ماضيه وقال لنا اي ما دخل دزنا منه غادي نحفروا ونعلموه باش نعقلوا عليه، واهم حاجه ما نتفاقوش ونبقاو تابعين الضوء اللي كيخرج من التقابيل اللي في السقف، وملي غادي يوصل الليل بين انا غيولي مظلم بزاف وما غادي نشوفوا والو. تفاهمنا وهزينا داكشي اللي حاطين في الارض. نصير علم البلاصه اللي كنا فيها وشدينا في يدين بعضياتنا معنا الولد السهري وتحركنا في المتاهه، وكل دخله كتدخلك لدخله واحده اخرى وشي فشي والضوء قليل والاعمده والحيوطه كيخلعوا. وطبقنا واحد الفكره، غادي نتبعوا غير الدخلات اللي جاوا على اليمين باش ما نتوضعوش. في ديك الوقيته استغربنا من الولد السهري، غادي وكيقول شي ارقام وكيحسب وكيشوف في السقف حاطي دوك الدخيلات اللي كيدخلوا الضوء. وبقينا كندورو في المتاهه موترين، واي حيط ولا متاهه دزنا من حداها نصير كيدير علامه حتى طاح الظلام وما بقى كيبان لينا والو الا مارو اللي كان كيشوف في الظلام. جلسنا في واحد البلاصه ودرنا دائره وتجمعنا كندويو حتى عينا وتكينا دانا الناس، الا مارو اللي بقى فايق بوحدو. شويه كاملين سمعنا الغوات بالشهد ونضنا مخلوعين، لقينا مارو كيضحك وقال لنا ما تخافوش هادو غير الارواح ديال الناس اللي ماتوا هنايا ومعاهم القارين ديال كل واحد، حتى هما موترين ما عارفينش يخرجوا من السجن. حاولنا نعاودوا الناس ولكن الصوت ديالهم كان كيتزاد بحال كيتخاصموا. فقنا من الناس وجلسنا وبقينا كنسمعوهم الليل كامل كيغوتوا ويتخاصموا حتى طلع الصباح. بدات كتبان شويه ديال الشمس، نضنا وكملنا طريقنا على نفس الطريقه كنمشيو غير في الممرات اللي على اليمن. ونصير كيعلم في كل حيط وكل بلاصه وصلنا لها. بقينا غادي حتى وصلنا لواحد الممر، هو وقف نصير وضرب على راسو وقال لنا راه فين دزنا من هنايا. بانت لنا العلامه ولقينا الاثر ديال داكشي اللي كنا حاطين في الارض، ويقول لنا حنوشه حنا كنا كندورو غير في بلاصتنا وقيله. طلع لنا الدم وجلسنا كنفكرو شنو غادي نديرو. من وراش بدا التليفون ديال مارو اللي شاده بحال ولا ديالها وبدات كتقلب في شي حاجه. قلت لها اش كديري؟ قالت لي كنقرا على سجن قاره، جمعت عليه شي معلومات. قلت لها على كاينه كونيكسيون هنا؟ قالت لي لا ولكن بحال كنت حاسه بهذا الشيء. دخلت لجوجل فاش كنا في الدار وجمعت بزاف ديال المعلومات سكرينيتهم وخبيتهم في التليفون. انا اللي غادي نلقى الحل ديال هاد اللغز ديال المتاهه. شاف فيا بالقاف وقال لي بنتك ذكيه وشجاعه بحالك ولكن كتيق في راسها بزاف. وشاف نورا وقال لي ابنيتي واش هاد السجن هذا اللي دخليه من القرن 18 لدابا ما قدرش يخرج منه وانت غتلقاي لي الحل من جوجل؟ نقز مارو قال لنا انا راه فيا الجوع. قال لي حنوش ايه على اللحم المبخر. قال لي مارو ما تضحكش معايا في هاد الشيء، الجوع ديالي خايب. ضحك نصير وقال لي ايه على دوك الحيمات اللي دارت لنا عتيقه بالبرقوق كيدوبوا في الفم، ها وداك سايكوك ديالها كيدير. مارو بدا كيصرط الفريق ديالو وكيتخيل فيهم، وانا نقول لهم ولا الدراري ما تجبدوش لمارو اللحم ولا سايكوك باللبن الخاسر. شاف فيا مارو قال لي كضحك عليا الوالد، علاش انت كتجبد في السايكوك دابا؟ نورا قالت لنا خليونا من الماكله ردوا معايا البال. وقفات قدامنا بحال شي قائد وقالت لنا خصنا نفكروا بالعقليه ديال المهندس البرتغالي اللي بنى هذا الحبس. كان سجين والمولى اسماعيل عطاه الحريه ديالو في مقابل يبني لي هذا السجن بالتصميم ديال المتاهه، وعنده غير مخرج واحد واللي يقدر يوصل ليه كيستحق الحريه. شافت في السقف وقالت لنا هذا حبس الداخل اللي مفقود والخارج منه مولود وما عنده لا باب لا شرجم، اذا الحل كيف الفتحات اللي كتدخل الضوء واللي كانوا كيلوحوا منها الماكله السجناء. قلت لها كيفاش شرحي كثر؟ قالت لي اصلا السجن ما عندوش باب، اذا المخرج ديالو غادي يكون في شي فتحه من هادو اللي الفوق. مكتوب عندي هنا بلي كاينين فتوحات قراب للارض بشي 7 متر وكاينين اللي بعاد ب 10 متر، اذا مختلفين في العلو واي واحد تخليه كيبقى يقلب على الباب وكينسى دوك الفتحات. قلت لها اذا ما خصناش نمشيو في المتاهات ولا غادي نتوضعوا، خصنا نتبعوا غير دوك الفتحات ونفهموها كيفاش مخدومه باش نلقاو المخرج. قال لنا النصيرة هي الهروب من الحبس خاص يكون بالنهار ماشي بالليل. قال لي بالقاف عجيب، اي حبس الناس كيهربوا منه بالليل وهذا اللي بغيتي تهرب منه خاصك تهرب بالنهار. قلت بالقاف اش بان لك في بنتي نورا؟ قال لي سبحان الله. هنا تحمست نورا وقالت لنا ايوا يلا نتبعوا الفتحات. تحركنا وغدينا البال مع دوك الفتحات وما حدنا غاديين وهي كتزيد تبعد على الارض، واللي فهمنا انه الارض اللي حنا فوق منها كتم غاديه وكتزيد تهبط مايله وبلا ما نحسوا. بقينا غاديين ودوك الفتحات زادوا بعده، ولقينا في واحد البلاصه العظام ديال الناس اللي ماتوا هنايا من قبل وهما كيحاولوا يخرجوا وتوضعوا. هذاك الولد الصغير ياسين ما قدرش يدوز على العظام وخاف، هزوا مارو وتم غادي به والعظام بداو كيكثروا، السقف كيبعد علينا كثر في كثر.
هو يقول ما هو النورة اللي كانت كتشوف في السقف راه بعدنا بزاف والسقف كيبعد والعظام كتير وقيلة غادي في الطريق الغلط. قالت لي الحرية ماشي سهلة ماو غيزيد وانا بديت كنفهم الفكرة. بقينا غاديين حتى بعد علينا السقف ودوك الفتحات ومبقاش كيبان الضو غير الظلام. نصير بعد العظام فواحد البلاصة ودار لينا فين نجلسو. جلسنا وجبت التليفون شعلت الفلاش ولا البيل. دازت واحد جوج ديال الدقائق وهو يطفى وانا نقول نورا شالي البيل ديالك. قالت لي تليفوني تا هو طفى. جبد نصير البريكة شعلها واحد شوية وهي طفى عاود شعلها شوية وطفات ويقول لينا سال الغاز اللي فيها. قال لينا مارو ما تخافوش انا كنشوف مزيان وبلا ما نخلعكم كون شفتو شكون اللي حداكم تكون هضره اخرى. قلت لي شكون اللي حدانا كاع البغل. قال لي حداكم كليكه ديال الارواح والقرناء دايرين بينا ومن الصباح هما لاصقيني يديروا معنا اتفاق. قلت لي ديالاش هاد الاتفاق هذا. جبد مارو الباكيه ديال الكلوريتس اللي في يدو حلها وجبد منها المسكه عطى لكل واحد فينا وحده وقال لينا نقضيو بهذا الشيء نسكتوا الجوع حتى نطلعوا نقول لكم الاتفاق اللي درت مع القرناء ديال الموتى. قالت لنا نورا حنا دابا في عز النهار والظلمه مابقى كيبان لينا والو اذا حنا في اعمق نقطه وسط من السجن وهنا فين وصلوا كاع السجناء وتلفوا وتوضعوا حتى ماتوا وحنا خصنا نكملوا الطريق ومتاكده بلي الفتحات غادي يبداو كيقربوا عاوتاني ولا بقينا غاديين غادي نلقاو اقرب فتحه للارض يلا نمشيو. قال لها مارو كنتمناو تكون هضرتك صحيحه. نضنا وشدينا في يدين بعضياتنا وبقينا غاديين وسط من الظلام ومارو هو اللي قدامنا وكيورينا الطريق ويقول له نصير واش بان لك شي ضو؟ قال لي مارو لا غير الظلام وكنحس بلي كنزيدو نهبطو تحت من الارض. قال لنا نصير انا حاس بلي نورا هي اللي غتخرج علينا. قلت لي ماشي اول مره ديما كديرها. قال لنا حنوشه انا تيق في نورا غير كملوا. هنا غوت باللقاف وقال لمارو بشويه كتهبط فينا مع الحيوط من الصباح وحنا تابعينك. هذاك الولد ياسين الصغير بدا كيبكي وكيغوت. قال لي نصير ما تخافش ما شفتي والو لا خرجتي من هنا غتشوف معنا العذاب وليدي غير زيدو اسكت. مارو بدا كيزغب وكيجور فينا حيت كنا مشادين وكنتخبطوا مع بعضياتنا ومع الحيوط حتى هما. قلت لي هذاك البغل واش انت مولف الجران علاش كتجري؟ قال لي انا حاسب اللي بدينا كنطلعوا شويه. قلت لي اش كيبان لك قدامك؟ قال لي ما كتحسش بينا كنطلعوا. قلت لي ما حسيتش بوالو لا كنطلعوا لا كنهبطوا غادي من الصباح في الظلام. قال لي كتبان لي واحد الفتحه بعيده داكشي علاش كنجري باش نتاكد. بقى كيجري مارو جارنا وكل مره كيطيح شي واحد فينا كنوضوه وكنتاكلوا وكنتساطحوا مع الحيوط حتى بانت لنا واحد الفتحه بعيده في السقف فيها شويه ديال الضوء وبقينا غاديين فوق منا الفتحات وحسينا بلي كل فتحه كتكون قريبه اكثر من الاخرى كما قالت لنا نورا وهنا بان لينا شويه ديال الضوء. طلقنا من مارو وبدينا كنجريو كاملين وكنحسوا بالارض ولات بحال شي طلعه والفتحات كتقرب لينا وكتزيد توسع. كانوا شي فتحات مسدودين ولكن باينين. بقينا غاديين حتى وصلنا لواحد الطريق بحال طلعه عاليه وطلعنا معاه على يدينا وركابينا كانت صعيبه. هكاك بداو كيقربوا الفتحات لعند راسنا وحنا نوصلوا لاقرب فتحه اللي كانت مسدوده بصخره ويقول لنا مارو الحمد لله على السلامه. ضرب الصخره حتى تلاحت وبان لنا الضوء ديال الشمس وقالت نورا بالجهد الحريه. خرجنا واحد بواحد ولقينا راسنا في واحد البلاصه فيها الاثار بحال ديال الرومان ولا الفينيقيين. هو يقول لنا حنوشه وليلي. قالت لي نورا اه وليلي هي اللي هز منها السلطان اللي بنى السجن الصخره ودار فيها المخرج ديالو. قال لي حنوش برافو عليك نورا وليلي بعيد على مكناس بشي سته ديال السوايع ديال المشي. قلت لها شابو ليك بنتي برافو. قالت لي غتخليني نمشي معكم للحرب الجايه وغتخلي مارو يعلمني السحر. قلت لها فايت هضرنا في هذا الشيء يا بنتي وانا نشوف مارو. قلت ليه دينا من هنا ناكلوا شي حاجه ونشربوا الماء ونشوفوا شنو غنديروا ويلا غير قلنا ويقول لنا اوبا. هنا اصدقائي زغلول هو اللي غادي يدوي وغادي يكمل. ملي حطيت يدي على كتاب تاعو تفاجات بجوهر شدني من يدي ومبغاش يطلق مني. قلت لي طلق مني راه بغيت غير نهز القرعه ديال الماء. شيرت لي بصبعي على القرعه ديال الماء اللي كانت محطوطه حدا الكتاب وانا نتفاجئ بايسر دخل من الباب ديال البيت. قلت لي جيتي وشوف مال هاد صاحبك مبغاش يطلق مني كنت بغيت نهز القرعه ديال الماء وكيحسب لي بغيت نهز الكتاب. بدا كيضحك وقال لجوهر طلق منه طلق منه طلق مني فعلا جوهر ويقول لي ايسر اجي انت معايا عندي لك مفاجاه. قلت لي شمن مفاجاه وفي الولد الصغير؟ قال لي شمن ولد؟ قلت لي الزهري اللي مشيتي تجيب. قال لي اه ما كاين لا زهري لا والو شفتك تيقتيني ومشيتي قلتيها بالزربه على عائله مارو. بديت كندور في عينيا وقلت ليه ما قلتش. بدا كيضحك وقال لي غير زيد راك حصلتي وموجد لك واحد المفاجاه وصحابك راه صيفطهم للسجن قاره توضروا فيه لما ما شي واحد تخليه وقدر يخرج منه وغيبقاو تما حتى يموتوا.
بديت كنشوف في الشارجم كنفكر باش نتلاح منه. هو يشدني جوهر من عنقي وخارجني من البيت. لقيتهم حاطين قفص ديال الحديد وجارني ايسر ودخلني ليه وسد عليا وقال لي واش كنبان لك انا مكلخ؟ راه كنت عارفك من الاول متفق معاهم، وملي خشيتي فيا البرا في عنقي عقت بيك وتاكدت. يا قلت لك فايت تفرجت في ديك الخدعه اللي درتي فاش تلاحيتي على السهم قدامي في واحد الفيلم قديم. وقبل ما ننسى، فاش كنتي خارج من المعسكر دقيت لك نفس البرا وفيها السومه ديال الدبانه ديال تسيتسي، غير انا نقصت من التركيز ديالو، والمفروض اليوم عادي يبان فيك المفعول ديالها وغتحس براسك بديتي كتبرد وكتعذب بشويه، ولكن ما غاديش نخليك تموت حيت باقي باغيك، وغنديرك فأر ديال التجارب، غنجرب فيك اكبر تجربه، ولا نجحات غادي نقتلك ونسالي منك، ولا ما نجحاتش غادي ترجع مسخ، وماشي اي مسخ، غتولي كلك مشوه ولحمك غادي يبقى كيدوب وكيتقطع وكيطيح شويه بشويه. تخلعت انا يوم وبقيت عارف شنو نقول، وقلت ليه لا ايسر ما تنساش الخير اللي دوزنا، راه عائله مارو ولاد الكلاب هما اللي خانوك ماشي انا. بدا كيضحك وقال لي وشكون اللي قال لهم بلي الولد كاين في السجن قاره من غيرك؟ حتى واحد ما عارف هاد المعلومه. مشى جابو حط طبسيل كبير خوا فيه الماء وزاد فوق منه الزيت وخرجي تعزيمات بالجهد. هو يبان لينا مارو العائله ديالو كيجريوه وسط من السجن ديال قاره. طبعا بانت لينا الصوره ديالهم في داك الماء اللي فيه الزيت، ويقول لي هاد الكلاب ما غادش يعرفوا يخدموا السحر في الكهف. عرفتي علاش؟ انا غادي نجاوبك واخا انت خائن، حيت هذاك الولد الزهري اللي كيجري معاهم فيه واحد التعزيمه في ظهره كتبطل السحر في البلاصه اللي كاين فيها، وما حدو غادي معاهم ما غاديش يقدروا يستعملوا السحر وغيبقاو حتى يموتوا، ودابا غادي نخليك تفرج فيهم على خاطرك كيموتوا. ما تحاولش تهضر معاهم من الطبسيل حيت ما غاديش يسمعوك، وانا غادي نمشي انا وجوهر نحضروا الموتى. قرا واحد التعزيمه هو وجوهر وغبروا من قدامي، وانا نقول له حصلت يا وليدي زغيليل مع هاد الكافر بالله. بقيت كنتفرج في العائله ديال احمد موضرين وسط من المتاهات، وبديت كنغوت بالجهد باش يسمعني شي واحد ويعتقني، ولكن الصوت ديالي ما كانش كيخرج من الشقه. حاولت نحرك القفص ولكن كان زاقي في الارض وكان ديال الحديد. واحد الوقيته بديت كنحس بالاعراض ديال داك السم بدات كتطلع معايا. في الاول العظام ديالي بداو كيضروني وكنحس بالعيا والنعاس. جلست في الارض وداز النهار الاول، ايسر ما جاش. جا النهار الثاني وحسيت بالعيا اكثر من القياس. تكيت وسط من القفص ومغامره كنحاول نحل عيني ونشوف وسط من الطبسيل شنو واقع، وكنلقى غير الظلام ما كيبان ليا والو. تكيت شويه وعاودت حليت عيني من بعد وبان ليا غير الظلام شويه، وانا نشوفهم وسط من المتاهات كيجريو والضو بدا كيبان شويه ومارو اللي جارهم من موراه. ملي حسيت بهم وصلوا لشي حاجه قاومت راسي بزز وحليت عيني وبانوا ليا وصلوا للسقف، ومارو ضرب واحد الصخره بيدو وخرجوا، وانا فرحت. كنت باغي نهضر ويخرج ليا واحد الصوت قليل ومبحوح، وقلت حاول احاول قبل. باقي ما كملتش هضرتي تفاجات بايسر رجع هو وجوهر، وغي جافهم في الطبسيل خرجوا. قالوا هو مصدوم، ياه هادو كي داروا تخرجوا؟ استدعى ايسر الخدم ديالو وقال لهم جريوا جيبوا لي هاد الكلاب مع حد الولد الصغير، معاهم ما غيعرفوش يخدموا السحر. هنا البطل ديالنا احمد هو اللي غادي يكمل وكيقول له ملي خرجنا من الحبس قلت لهم يلا نحيدوا من هنايا. قال لي انا مارو اوبا. قلت لي مالك؟ قال لي حاسب شي طاقه اللي غريبه جايه لعندنا. تم ضرب العصا ديالو في الارض وما خدماتش. حنوش حاول ينقلنا حتى هو وما قدرش. نصير شد فيا باش يتحكم في التريكو حتى هو ما خدمش، ويقول لنا باللقاف ايه هذا ما يمكنش يبطل السحر في المغرب كامل، كي داير ليها؟ مشى نصير كيجري لعند الولد الصغير ياسين اللي خاف منه تخبى من مورنورا. تبعوا نصير وشدوا بغا يحيد لي التريكو. قلت ليه اش بغيتي عند الولد الصغير؟ واش حماقيتي؟ قال لي واقيلا هو اللي فيه التقوليبه بحال كيف موقع لينا مع شهاب، فجابوا لك الفيروس اللي عاديتي به معتز، وقدر يكون ليه عليه شي تعزيمه ولا رسم فيه شي حاجه. مارو قال لنا راه الطاقه كتقرب لينا، ولكن ما قلتش لكم بلي راه معنا جيش. صغبنا كاملين وقال لي حنوش اش من جيش؟ مارو هنا اللي غادي يكمل وغادي يدوي ويقول فاش كنا في المتاهه كانوا تابعيننا الالاف ديال القرناء ديال الارواح اللي ماتوا وسط من المتاهه، وعرفت بلي اي بشر دخل للسجن كيبقاو تابعينه على امل يلقى المخرج ويخرجوا معاه. وكان عندهم واحد القائد هضر معايا بلغه الجن وكان كيدخل فيها شويه ديال الفرنسي، وعرفتو بلي كان مع البعثه ديال السياح الفرنسيين اللي توضروا وسط من الحبس. بقى كيحاول يحبط فيا وكيقول لي واش حنا كنا بعثه ديال المستكشفين وعندنا الادوات والخرائط وما قدرناش نخرجوا، وملي متنا وليت انا القائد ديال الالاف ديال القرناء، وتفارقنا كاملين وكل واحد مشى في متاهه وما لقيناش الطريق. شحال من عام هذا وجيتي انت
بغيتي تلقى الطريق. بدا كيضحك هو القرناء اللي معاه. قلت ليه ولا لقينا الطريق وخرجنا نتحداك بشي حاجه. قال لي تحداني باش ما بغيتي. شويه وغادي نتموتوا وتوليو حتى نتوما كدوروا معنا في الكهف. قلت ليه الا لقينا الطريق غادي توليو في الخدمه ديالي، ولا ما لقيناهاش القارين ديال كل واحد في عائلتي غادي يولي تابع ليك. استهزأ بيا وقال لي متفقين داكور ميسيو، غتكونوا عرفتوا معنا بلي ربحنا التحدي. وخرجنا من الحبس والقرناء فرحوا كيهلوا، وانا نقول الفرنسي اش بان ليك؟ قال لي تري بيان مون كابيتان. شويه حسينا بواحد الطاقه اللي غريبه اللي قربت لينا. ما قدرتش نخدم العصا وعائلتي تحت ما قدر يخدم السحر، وجاو الشياطين اللي في الخدمه ديال ايسر. هما كانوا قلال غير الالاف، وانا معايا اكثر من 200 الف قارين. واخا عيانين القدرات ديالهم محدوده، ولكن غادي نربحوا الوقت، وبعض المرات الكثره تقدر تربح. بداو كيضاربوا القرناء كياكلوا في العصا وكيموتوا ولا كيهربوا. مشى نصير قلب الولد الصغير ياسين في ظهره، ولقى واحد التعزيمه مكتوبه وقال لنا باللي مرسومه بالقطران والمداد الكحل. قلت انا النصير غادي تبقى هنا، غادي نبعد انا وعائلتي نديهم ونرجع ليك. بعدت عائلتي وسط من الحراسه اللي داروا عليا القرناء حيت كانوا كتار، وضربت بالعصا في الارض وخدمات، ونقلتهم الشقه ديالنا اللي في الدار البيضاء. لقيت عتيقه كتسناهم مخلوعه، وغي شافتنا بدات كتغوت وكتعاير في نورها. ما كملتش معاهم اللقطه وجريت للحمام، هزيت الصابون وشامبوان واي برودوي لقيته قدامي، وضربت بلاصة ورجعت لعند نصير. لقيته باقي شاد ياسين والشياطين قربوا ليه والقرناء اللي بقاو قلال. خويت على ياسين اي برودوي في يدي وبقيت كنمسح ليه حتى تمسح داكشي اللي في ظهره، وانا نضرب بلاصة وخدم السحر، ونقلته هو ونصير للشقة عند عائلتي. غير وصلت فرحوا بيا وعنقوني انا ونصير، وبداو كيضحكوا وانا نقول لهم ما نسيتوش شي حاجة؟ قالوا لي اش؟ قلت لهم زغلول اللي عاقبي ايسر وباينة غادي يقتلو. قال لي يا حنوش زغلول ما خصناش نخليوه. قلت لهم هاني جاي. ضربت بلاصة وانا نخبر من قدامهم، هنا اصدقائي زغلول اللي غادي يكمل. ايسر كان كيتفرج في مارو عائلته ملي خرجوا، وشاف نصير لقى الخدعة ديالو ومسح مارو التعويدة اللي في ظهر ياسين، وشفت الشياطين اللي صيفط ايسر مات فيهم النص. غير هكاك وما قدا والو، تفقص ايسر وجاني الضحك وفرحت ليهم. هو يشوفني ايسر كنضحك وقال لي اضحك لي مع راسك زغيليل. جا حدا القفص وجارني من شعري وقال لي غنخليك تدفنهم بيديك الكلب. بغى يخرج لي راسي من وسط من دوك القضبان ديال القفص اللي ضيقين، وبقى كيضرب لي في راسي وهبطوا لعندو وضربني برجلو لوجهي حتى حسيت بجوج ديال الضرسات طاروا ليا، وضربني ضربه ثانيه لوجهي والثالثه حتى غيبت ما بقيتش عاقل، وضربتني الفيقه من بعد ما عرفت شحال ديال الوقت غيبت. لقيت راسي مربوط من يديا ورجليا مع واحد الطابله اللي طويله ومحيدي لي حوايجي من الفوق. كنت في واحد البيت اللي مسبوغ بالبيض ومكتوب في الحيوط بالقطران باللغه اللي قديمه، مكتوبين شي تعزيمات وطلاسم، وحدايا واحد الماده اللي كحله معلقه ومدوزين ليا بها السيروم العروقي. شفت في العروق ديالي ولقيتها كلها كحله، وعرفت بلي ايسر كيدير عليا التجربه اللي قال ليا. بقيت كنضارب وكنحاول نفك راسي وما قدرتش، كنت مربوط مزيان ومحكوم بزاف. بديت كنغوت وحسيت بالباب تحل. دخل عندي ايسر وجوهر وقفوا قدامي. قال لي جوهر زعما هاد البغيش غيقدر يصبر على هادشي؟ قال لي ايسر انا اللي كنعرفو راه عنده مناعه اللي قويه وكيصبر بحال هادشي ما غاديش يموت، وراه ورث هادشي من عند باه امه. سكت شويه وشاف فيا ويقول نسيت ما قلتش ليك زغلول باللي كنعرف باك امك، وانا اللي قتلتهم وحطيتك في الخيريه وكنت حاضك حتى خرجتي منها وجبتك لعندي، وقلت يمكن ما طلعش بحالهم ولكن طلعتي انت خائن بحالهم. انا بلا ما نحس بديت كنغوت وكنتركل وكنعير فيه وكنتلوى في بلاصتي، ويقول جوهرة مزيان هادشي اللي بغيت، وانت كتعصب غيطلع عليك الضغط ديال الدم، هادشي غيخلي التجربه تنجح بالزربه. بقاو كيضحكوا هو وجوهر ويشوف فيا ايسر وقال لي ونزيدك صحابك راه تعقبوك وغادي يجيو باش ينقدوك، ولكن هاد المره كنوعدك غتكون الاخر عليهم، ونخليك دابا تفكر في والديك اللي تقتلو وتفقص وتزيد تعصب. حط يدو على الكتف ديال جوهر وتحركوا بجوج وعطوني بالظهر ومشاو خرجوا. هنا احمد البطل اللي غيكمل وغيقول بقينا كنتسناو في مارو تعطل، ويقول لنا حنوش باللي تعقب زغلول وقريب لنا بزاف. وفي ديك الوقيته سمعنا الدقان في الباب، تخلعنا حيت ما موال حتى شي واحد كيدق عليا. وجدنا الاسلحه ديالنا ومشي طليت من العيل اللي في الباب. هو يبان لي مارو حليت ليه وقلت ليه فين مشيتي البغل؟ قال لي مشيت نجيب واحد الصديق ديالي قديم غادي يعاوننا في الحرب. قلت ليه شكونه؟ حيد مارو من الباب ويدخل له واحد الولد فوق من كرسي متحرك وقال لي تعطلتي عليا السي احمد وقلت نجي لعندك. بقيت كنشوف فيه وما عرفتوش، ويقول لي عقلتي فاش وليتي اول مره تنين في واد ام ربيع وكانت معك واحد المره كنتي جاي معاها
باش داوي ليها ولدها. قلت لي اه عقلت عليك. ومن بعد جا عندك نصير هو وبالقاف باش تواصلوا مع القارين ديال جدي. دخل دخل مرحبا بك ما تبقاش برا. تفاجأت بداك الكرسي المتحرك ديالو كيتحرك بوحدو، ما دافعوا به حتى شي واحد. دخلوا تبعوا مارو، شافوا بالقاف ونصير وحنوش ناضوا سلموا عليه. وقال لي نصير عياد فين غبرتي علينا اش كتعاود؟ قال لي داك الولد الحمد لله عيط لي مارو ولبيت الدعوه باش نرد الدين القديم ليا ليا. شفت انا في مارو قلت لي اش من دين؟ قال لي مارو ما كاينش الوقت باش نشرح لكم، ولكن المهم هو عياد عنده 300,000 قارين معاه في الخدمه ديالو، خصنا نمشيو نقضوا زغلول قبل ما يخرج ايسر الجيش ديال الموتى. قال لي بالقاف غير بشويه مارو ما خصناش نزربو، ايسر فايت قولبنا بلا جيش بلا والو، ويقدر يدير لنا شي فخ ونمشيو ليه برجلينا، ويقدر يكون زغلول هو الطعم. وطبعا ايسر غادي يكون عرفنا متعقبين زغلول وخلانا متعقبينه باش نجيو برجلينا لعندو. قال لنا حنوش القضيه تقدر تكون كثار من هكا، يخلينا متعقبين زغلول ونخافو نقولو راه فخ وما نقدروش نهجمو وهو كيربح في الوقت. قال لهم مارو الخطه هي نهجموا على ايسر ما حدو ما توليه نصف الشياطين اللي معاه، قبل ما يرد القوه ديالو خصنا نضربو ما حدو دايخ. قال لهم حنوش عندي واحد الفكره، علاش ما يمشيش النص يهجم ونص يبقى هنا باش الا كان فخ ما نمشيوش كاملين. قلت لي مزيانه غادي نبقى انا ونصير وعياد وسير انت ومارو وبالقاف والجيش. قال لي مارو الجيش القائد ديالو هو عياد غادي خصو يمشي. فعلا مشى عياد والقرناء وحنوش وبالقاف وحتى مارو، وبقيت انا ونصير وبنتي وعتيقه والولد ياسين اللي بدا كيغوت مصدعنا. قالت لي عتيقه هاد الوليد الله يسمح لي داير بحال شي منقولي. قالت لي عتيقه هاد الوليد الله يسمح لي داير بحال شي منقولي. قالت لي انا حشومة ماما ما تقوليش هكا. وانا نشوف في الولد الصغير قلت ليه مالك وليدي اش خاصك؟ قال لي بغيت طوفيطه. عتيقه قالت لي انا غنمشي للحانوت نجيب لي طوفيطات. قلت لها سيري وما تعطليش. مشات ونصير مشى جاب واحد الطبسيل كبير خوا فيه الماء وزاد فوق منه الزيت. قلت لي اش كدير؟ قال لي غادي نجرب ديك اللعيبه اللي قال لنا عليها زغلول. جلس كيقرا على الطبسيل شويه وبدات كتبان واحد الصوره وسط منه، ولكن ما كانتش واضحه دايره بحال شي كاميرا يلاه تحلات شويه وبدات كتوضح. كانت كتبان واحد البلاصه اللي غريبه بحال شي مقبره اللي كبيره وقديمه شويه. بان لي مارو معاه بالقاف وحنوش وعياد كيجي غير وحده المقبره. قلت النصير فين مشاو هاد المساخط؟ اش وصلهم لهنايا؟ قال لي واقيلا ملي تعقبوا زغلول لقاوه وسط من هاد المقبره وكيقلبوا عليه. بقيت كنفكر ويقول لي نصير بحال والو ايسر وجوهر ناويين نوضوا شي جيش ديال الموتى من هاد المقبره. قلت لي اذا غنتحاربوا مع الزومبي. هنا عتيقه حلت الباب وجات جهه ياسين عطاتو الحلوى ويقول لي ها انا ما بغيتش هادي، بغيت طوفيطه ديال العسل هادي بونبون. بدا كيبكي. عتيقه قالت نورا سيري بنيتي الله يرضي عليك جيبي لي طوفيطه اللي بغا. راني ما عرفتهاش. نورا ناضت عينيها مع الطبسيل حاضيه شنو كيوقع. خرجت وسدت الباب دغيا ومشات كتزرب وياسين بدا كيبكي مصدعنا. بقينا كنتفرجوا في الطبسيل وبان لي مارو بالقاف وحنوش وعياد غاديين جنب المقبره. وصلوا لواحد البلاصه خاويه وبقاو غاديين حتى وصلوا عند واحد الصخره اللي حيدها حنوش بيديه وبقى كيشوف تحت منها مصدوم. بان لي واحد المدخل فيه واحد السلوم. بداو كيدويو هو ومارو بالقاف بيناتهم من موراها نزل مارو وبالقاف من الفتحه اللي تحت من الصخره. هبطوا مع السلوم اللي كيهبط تحت الارض. اما حنوش وعياد بقاو واقفين كيتسناوهم برا. شويه بان لينا عياد غبر وحنوش بقى بوحدو ما فهم والو كيدور في راسو. شويه غبر حتى حنوش من الشاشه وجا لعندنا الشقه بالزربه حتى خرج قدامنا وما فهمنا والو. زغلول هو اللي غادي يكمل وكيقول زعما غادي نكون عايش هاد الوقت كامل مع اللي قتل ليا والديا ولا حني قدام الخيريه ولا ما فراسيش ولا يك ما كتب ودار ليا هكا بالعاني باش نزيد نتعصب ونزرب التجربه اللي دار فيا. حاولت نتحكم في راسي ولكن كنت كنحس بالدم كيتدفق بسرعه اللي كبيره وزدت طلع ليا الدم ولات عندي رغبه كبيره باش ننتقم من داك ايسر. ولكن كنت عارف بلي مارو اللي معاه غادي يجيو ينقذوني وتمنيتهم ما يجيوش باش ما يطيحوش في الفخ. داز شحال ديال الوقت والباب مسدود عليا وما جات حتى شي واحد. شويه ويتحل الباب ودخل ايسر كيضحك. شفتو يطلع ليا الدم وبديت كنعاير فيه وكنخسر في الهضره. قلت لي والله تنقتل لك الكلب ونجبد لك قلبك. قال لي خلعتيني يا زغيليل ما سولتينيش على القارين ديالك فينا هو. كيحسب لك كنت فاقو عليك باش عائله احمد ما يسولوهش ولكن ما فراسك والو. قرب حدا ديك الماده الكحله اللي كتخوى ليا وسط من عروقي اللي دايزه بالسيروم وقال لي ها هو القارين ديالك وانت عارفني كيعجبني الميكس ونخلط الحوايج وحيد انت الفأر ديالي غنقول لك شنو درت في هاد التجربه.
سولت راسي شحال من مرة علاش الهجين ما عندوش القارين، وعرفت بلي الهجين القارين ديالو دخل معاه في جسم واحد وكيولي النص ديالو انس والنص الاخر جن اللي هو القارين. وملي غناخد القلب ديال الهجين ديال مارو غادي خصني نحطوه في بلاصه قلبي، ولكن حتى انا نكون النص ديالي بنادم والنص ديالي جن باش يخدم ليا القلب. وانت عارف التجربه بحال هذه صعيبه، خصني نجربها في الفأر ديالي اللي هو انت زغليل، وغير شويه ديال الوقت القارين ديالك غادي يولي كيجري وسط من العروق ديالك، ولا نجح التجربه غادي نطبقها عليا. صراحه انا ما كنتش مستوعب شنو كيقول ايسر، شاف في المكانه ديالو قال لي بقات غير ساعتين وسالي المحلول، حل الباب وخرج وسمعتو طالع مع شي ضغوش. حاولت نكالمي راسي وما تعصبش باش نتقل لي التجربه، وانا نسمع الصداع من بعد وتحل الباب ديال الغرفه ودخل عندي مارو حتى باللقاف، وغير شافوني طاح مارو شاد في راسو جا لعندو باللقاف بغي يخرجو من الباب، وانا نشوف بحال الغاز خارج من الارض اللي في البيت. وسمعت الصوت ديال ايسر كيهضر معانا من داك الطبسيل وكيضحك وقال مرحبا بكم عندي، غادي نتسناو الباقي ديال العائله تدخل اللعبه. باللقاف حتى هو بدا كيتخنق حتى انا، ويقول ايسر شكرا مارو على الولد عياد اللي جبتي معاك، شحال وانا كنقلب على شي واحد بحالو. وفي ديك الوقيته غيبنا وبقينا عاقلين على والو. في الجهه الاخرى غادي نشوفوا احمد شنو كيقول وكيعاود. جا عندنا حنوش قال لنا ياه رجعت القدرات ديالي، ولكن باللقاف ومارو تحبسوا مع زغلول وسط من واحد الحفره هبطوا ليها، وعياد ما عرفتوش فين غبر طار قبل ما ننقلوا لهنايا ونهربوا، راه بصح طلع فخ كما توقعنا. باقي حنوش ما كملش هضرته الولد الصغير ياسين حل فمو بدا كيغوت، وبداو كيخرجوا ليه منه حشرات بحال النحل كبيره. هاد الحشرات كتسمى الدبور، بمعنى اخر بوزنزن في بعض المناطق. ما كايناش ثواني وعمرات الغرفه كامله ولا البيت بدوك الحشرات اللي بداو كيعضوا فينا وما عقلنا على والو. نورا هي اللي غتكمل القصه بنت احمد وغتقول الطوفيطه اللي لصق على ياسين ما كانتش كتباع في الدرب اللي انا فيه، واللي ما كانوش عارفين عائلتي خصوصا بابا هو اني صايبت السبرديله ديالي ووليت كنتحكم فيها، وجريت بسرعه كبيره الحانوت كتباع في ديك الطوفيطه، ورجعت الشقه ديالنا طلعت حليت الباب وانا نلقى الولد الصغير ياسين حل فمو عيني ولاو كحلين وكيدخلوا لي حشرات كبيره في فمو، وعائلتي كلهم طايحين في الارض. عيطت عليهم كاملين وتا شي واحد ما جاوبني، لا بابا لا ماما لا حنوش لا نصير. جلست واحد شويه كنتسنى في مارو يرجع حتى هو ما جاش، وعرفت حتى هو غيكون في خطر، وجربت اي تعزيمه كنعرفها حاولت نفيقهم وجبت البصله كاع شممتها ليهم والو، تلفت وما عرفت شنو ندير ولا عند من نمشي، وطاح ليا شخص واحد في بالي هو اللي يقدر ينقذني. خرجت برا جريت بالسبرديله بسرعه كبيره حتى وصلت للدوار ديالنا، ومشيت حدا الكهف وفي بالي جدي نجيب زافر عنده بالزمن كيف درت المره اللي فاتت، ولكن هاد المره خصني نمشي في شي وقت اللي نقدر نقنعو فيها باش يعاوني. حددت الوقت وبديت كندور على الكهف بسرعه اللي كبيره حتى سبقت الوقت والزمن، وبدات قدامي نفس القصه، النهار والليل كيدوزو من قدامي في ثواني، والليل كيمشي وكيطلع النهار والقمر كيطلع هو والشمس وكيمشيو متابعين، وربيع كينوض بالزغبه وكيعاود يبس ويعاود يولي خضر، وكنشوف الاحداث اللي دازت قدام الكهف حتى وصلت للزمن اللي بغيت، وانا نوقف طحت قدام الكهف ضغط وحاولت نشد فراسي ونط مشيت قدام الباب ديال الكهف لقيتو محلول. دخلت وبان ليا جدي جالس فوق من واحد الكرسي شاد واحد الكتاب، وانا نقول لي جدي نجيب الحمد لله لقيتك نوض نوض دغيا حفادك كيموتوا، طلع فيا ونزل وقال لي شكون انت ومنين جيتي ياك ناس ديال الدوار كنقول لهم ما يفوتوش الجبل اش جابك حتى لهنا، قلت لي انا راه حفيدتك. قال لي واش كضحكي عليا انا ما عنديش الاولاد ومراتي مات، قلت لي راك غادي تعاود تزوج والله انا راني حفيدتك. جرب التعويذه ديال داك الزيف وقلب الدم ديالي انا جيت من المستقبل، مديت لي يدي وقال لي كي درتي حتى عرفتي هاد التعويذه المعقده، وانا عمري كامل وسط من التعويذات ما عمرني طحت في شي وحده كتسافر بالزمن، قلت لي غير جرب وغادي تعرف واش كنكذب عليك ولا لا. واحد نصير كيداير قال لي فين كتعرفي نصير، قلت لي نص نصير هذاك راه صاحبي وعزيز عليا، قال لي كل ما كنتي بنت صغيره غندير معاك شي اسلوب ما يعجبكش خرجي من الغار. جلست في الارض وقلت لي ما خارجاش، وبديت كنقيس في سبرديلتي هو يقول لي اش كديري، قلت لي غنوريك كيفاش سافرت لعندك من المستقبل. حيدت فرده وحده وبداو كيرجعوا دوك النباتات للسبرديله، جدي استغرب وبقى كيشوف، وريت وجهي وقلت لي انا عندي اعاقه وعطيتو السبرديله بدا كيقلب فيها، بقى كيطول الوسط منها ويقول لي هاد السحر اللي مصايبه به السبرديله خارق كنعرفو، حتى الا تصايبو منو شي نضاره وعطيتيهم لشي واحد ما كيشوفش غادي يبان ليه كلشي،
وكيف شي مخطوطة في يد قريتها على واحد الملوك عطاهم قدرات خارقة وداروا راسهم آلهة على الشعب ديالهم. قلت لي جدي عافاك خلينا من هاد الهضرة هادي، حفادك كيموتوا عضوهم الدبابير. قال لي وهو كيقلب في السبرديلة الدبابير، قلت لي حشرات بحال النحل كبير خرجت من الفم ديال ياسين وعضاتهم وغيبوا ورجعت من بعد الفمه. قال لي انت شنو سميتك؟ قلت لي نورا. قال لي وهو كيلبس فيا السبرديلة، اللي فهمت من هادشي اللي قلتي عائلتكم ما عضوهمش الدبابير ديال بصح، هذاك سحر اسود سام كيقتل لي الدار ليه وكيخلي اللي شافو توهم باللي كيشوف دبابير كتعضو مسمومه والجسم ديالو بلا ما يحس كيفرز ماده مضاده للسم اللي سميتها اسيتيلكولين. وهاد الماده ملي كتكون في الجسم مزيانه للدوره الدمويه، ولكن ملي كتكون كثيره في الجسم كتولي مسمومه. هادشي غالبا اللي وقع. تخيلوا راسهم مسمومين والجسم ديالهم فرز هاد الماده بزاف ودخلوا في واحد الصدمه. قلت لي اللي فهمت هو السحر الاسود كيخليهم يقتلوا راسهم براسهم. قال لي وكيتاثر المفعول ديالو على حساب شحال من واحد هما، ويقدر يبقى من يومين حتى لثلاث ايام عاد يقتلهم. يعني الا كان غير واحد غيموت في نهار، ودابا حيت هما اكثر من واحد غادي تقسم عليهم السحر وغادي تعطل. شحال من واحد واقع لي هادشي؟ قلت لي ربعه، نصير وحنوش وبابا وماما عتيقه، عاد زيد الولد ياسين اللي خرج منه داكشي. قال لي نصير؟ قلت لي ولا نسيتي راه ورث ديال عائلتك وكيبقى من موراك؟ قال لي للاسف عندهم من ثلاث ايام حتى لخمس ايام ويموتوا، وخاصهم حقنه ديال الادرينالين لكل واحد وشي تعزيمات معقده شويه باش يداوها. بديت كنبكي وقلت ليه ما غنقدرش نداويهم بوحدي، عافاك جدي اجي معايا. مشى كيجي غير البيت ورجع لعندي جاب واحد الزيف وبرا، فهمتو مديت ليه يدي، هز ليا نقطه ديال الدم وجرح حتى راسو وقرا واحد التعزيمه وشعل العافيه في داك الزيف اللي ما تحرقش ويشوف فيا وقال ليا زعما انا باقي غنتزوج من مور مراتي نوفي سليمات. قلت لي والله ما عرفت كي درتي، ولكن اللي عارفه كيطلع لك الدم وكتسد على النصير وكتمشي بحالك، ما عرفتش كيفاش تزوجتي وبيمن وهادشي كيوقع لك ملي كتكون عندك 40 عام. بدا كيضحك وقال لي انا ما ناويش نتزوج، واصلا النصير عزيز عليا ما يمكنش نسد عليه. قلت لي والله هادشي اللي وقع. بلا ما نحس انا بديت كنبكي وكنطلب فيه، الله يحفظك جدي عاوني. قال لي انا اللي نقدر نعاونك بيه هو غنعطيك طلاسم باش تفكي السحر، وسيري قلبي على شي ساحر يديرهم لك، والحقنه ديال الادرينالين ما كنظنش غادي توحلي فيها. مشى لبيته وجبد واحد الورقه وبدا كيكتب فيها، جابها ليا وقال لي تفضلي. قلت لي واجدي واش حيت انت ما متيقش بلي غتعاود تزوج ما بغيتيش تمشي معايا؟ راح فايدك كلهم كيموتوا، حتى الا فكيتهم من السحر ما غنقدرش على الساحر اللي بغى يقتلهم، وتا حد ما يقدر عليه من غيرك. قال لي بنتي هديك الله راني غير غادي معاك على قد عقلك، وما يمكنش اصلا نسافر للمستقبل، القضيه معقده ولا مشيت للمستقبل غتبدل شحال من حاجه في حياتي، وش يحسب لك غادي مصيف؟ ما عرفتش انا كيفاش نقنع جدي وما خليت ما قلت ليه، وقررت اني نلعب على الفضول ديالو حيت عرفتو فضولي بزاف ملي قريت المذكرات ديالو. وانا نقول ليه فراسك راه عندك حفيده هجين؟ قال لي كيفاش هجين؟ قلت ليه نص نص. قال لي ما فهمتش. قلت ليه نصو جني ونصو انس. قال لي وكي داير الشكل ديالو؟ قلت ليه شكله بحال بنادم ولكن القدرات ديالو ديال الجن وصحيح بزاف ضخم. قال لي ما غنتيقش هذه غير اسطوره وما عمرها وقعت، ولا وقعات كيتولد الولد مشوه. قلت لي هاد الاسطوره غالطه، ولا سافرتي معايا غتشوفو وتشوف القدرات ديالو، وهادشي غادي يجيك بحال شي مغامره جديده، ما غتخسر والو، اصلا شفتك غير جالس ما كدير والو، راك ما غتندمش. حسيت بيه بدا كيرطاب معايا وانا نقول ليه اصلا انت في صدمه، وسد عليك في الكهف، من مور ما ماتت مراتك ومتاكده ملي غتمشي للمستقبل غتبدل لك الفكره، وغادي تخرج وتعيش حياه جديده. بقى كيفكر ويقول لي صراحه جاني الفضول وكنفكر ناخذ هاد التجربه اللي قلتي، ولكن اول حاجه قولي لي اي حاجه كتعرفيها على هاد الساحر هذا. جلست كنعاود ليه كل شيء من الاول، على نسرين فاش خرجت من البئر وولدها جوهر، وحتى على الساحر ايسر، على الحرب والقدرات ديالهم، وما قاطعنيش بقى كيسمع ليا حتى ساليت كلامي على خاطري ويقول لي الحرب؟ قلت لي قال لي تسني هاني جاي. مشى واحد شويه ويجي وانا نتعجب في داكشي اللي هاز في يدو. كان هاز السيف اللي طويل كيبري ومنقوش. قلت لي اش هادشي يا جدي؟ قال لي هذا السيف ديال اسيف بن باخيه الوزير ديال النبي سليمان، شفت فيه وقلت ليه واش غيعاوننا في الحرب؟ وكيفاش نصير ما قال لنا عليه والو؟ قال لي هو كيمسح في داك السيف. نصير ما عارف ليه والو، كنخبي عليه شحال من حاجه، وهذا السيف لقيته في واحد المقبره تحت الارض فاش قتلت شي ساحره، وعرفت بلي خطير وما خصوش يطيح في يد شي واحد، وتحد ما كيقدر يوصل لي من غيري. قلت لي والسيف شنو كيدير؟ ابتسم وما جاوبنيش، وانا نقول يلاه نمشيو دغيا ما بقاش الوقت،
قال لي بلاتي حتى تشرحي لي شي حوايج. السبير ديلا كيفاش كتخدم وكيفاش كتسافر بيك للماضي ولا المستقبل؟ قلت لي كنلبسها وكنتخيل راسي كنمشي بسرعه خياليه وكنبقى كندور على شي بلاصه، ولا مشيت عكس عقارب الساعه كنرجع للماضي، ولا مشيت في اتجاه عقارب الساعه كنمشي للمستقبل. قال لي وفيت سافرتي للمستقبل ديالك؟ قلت لي حاولت وجاني الفضول باش نعرف الحياه ديالي كي غتكون، وفعلا نجحت ومشيت لتما، ولكن ملي رجعت للزمن ديالي نسيت كل شيء وبقيت غير كنحلم بشي حوايج. قال لي يا لا يعلم الغيب الا الله. قلت له علاش انت كتسول؟ واش باغي تعرف الا مشيتي للمستقبل شنو غادي يوقع ليك؟ راه ما غتبقى عاقل لا والو ملي غادي ترجع، ومحال تعقل عليا حتى انا اللي جيت لعندك. قال لي عرفتي شنو غديري؟ غتخرجي برا تسنيني هاني جاي لعندك. قلت لي علاش؟ قال لي عندي شي حاجه خصني نقضيها، غير سيري حدا الجبل وتسنيني ما ترجعيش حتى نوصل عليك. قلت لي عافاك اجدي نجيب ما تعطلش راه ما عندناش الوقت. قال لي غير سيري وما تخافيش. اصدقائي دابا غادي نمشيو لعند السي نجيب شخصيا، واللي فايت عاود لكم الحكايه ديالو في الجزء رقم 0 هو اللي غادي يكمل لكم القصه. نجيب كيقول زعما غادي نكون تزوجت بشي مره اخرى من مور مراتي نفيسه، وغادي نتشاكل الفراش مع مره اخرى. الدلائل كامله كتقول بلي هادشي بصح. لا لا محال نديرها، ولكن هاد البنت اللي قدامي كتشبه ليا في الافعال والتعويذه اكدت بلي هي من النسل ديالي. المهم قررت باش نساعدها وجاني الفضول، وملي خرجت من الكهف كان خاصني نودع اعز جوج عندي في الحياه، نصير وغداف. عيطت نصير وقال لي خير سيدي نجيب علاش عيطتي ليا في العطله؟ ياك ما ناوي تعذبني مره اخرى. عنقته وقلت ليه لا نصير انت راه عزيز عليا، واش مقلق مني حيت ما كنطلقاش معاك بزاف؟ قال لي 3 ايام ما كنعرفك شنو كدير فيها كامله. قلت لي انا عاطيكم حقكم في الخدمه وكندوز معكم 4 ايام ومع راسي غير 3 ايام. ما جاوبنيش وما عجبوش الحال، وانا نقول لي اجي فين التريكو اللي قلتي لي باقي ما كملتيش؟ قال لي قريب يكمل غير صبر عليه. قلت لي 11 عام وانت خدام عليه، واش ناوي ما تسالي حتى نموت؟ ياك ما غادي تجيبوا لي كفن؟ قال لي لا قريب نساليه. قلت لي شوف انا غناخد عطله ديال سيمانه، ما تجيش عندي للكهف، غندير تعزيمه اللي تفصلني انا وياك، وما تجي حتى تسالي التريكو، ولا ساليتي قبل من سيمانه ما تجيش، ولا دازت سيمانه وما ساليتيش غادي نوريك ونخدم معاك الدوم. متفقين؟ قال لي لا سي نجيب بلا دوم متفقين، ولا ما كملتش التريكو ما تشوفش كمارتي. قربت حدا وعنقت وقلت لي تهلا في راسك هو يمشي. هزيت الصفاره ديالي وصفرت حتى جا الغراب غداف، عطيتو يدي وقف عليها وانا نقول ليه كي داير الشارف وشنو اخبار عائلتك؟ طلع ليا فوق من كتافي وقال لي شي حاجه في ودني، جابت لي الضحك وانا نقول ليه لا 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 ماشي بحالك، انا مبغيتش نتزوج على مراتي نفيسه، ولكن بغيت نقول لك واحد السر وبغيتو يبقى بيناتنا حيت انت هو الكاتم ديال الاسرار ديالي. حرك لي راسو وانا نقول ليه واحد البنت جات لعندي وقالت لي بلي هي الحفيده ديالي، وتخيل معايا قالت لي باقي غادي نتزوج على مراتي نفيسه الله يرحمها وغادي نولد ولاد. انا ما جبتكش دابا على قبل هاد الشيء، جبتك باش نتوادى معاك حيت غادي نمشي معاها وما عرفتش واش غادي نرجع ولا لا، سلم لي على عائلتك. حكيت لي على راسو ويطير، ومشيت هزيت السيف اللي كنت مخبي على نصير درته في ظهري، خرجت لعند البنت فوق من الجبل وهي شافتني فرحات قالت لي يلاه نمشيو وجدو. حيدات السبرديله اللي لابسه في رجلها عطاتها ليا وقلت ليها كي غادي نديرو نمشيو بهاد السبرديله بجوج؟ قالت لي انت غير لبس اجدي. حيدت داكشي اللي كنت لابس وجلست كنلبس في السبرديله، ويلاه بغيت نسد السيور قالت لي صبر ما تسدهاش دابا اجي لعندي. مشيت لعندها وقالت لي هزني فوق كتافك، هزيتها ودلات رجليها فوق من كتافي وشدت لي في شعري وقالت لي ملي تسد السيور تخيلني انا وياك جسم واحد كتله واحده والباقي خليه عليها هي، المهم تفهم الفكره وانت اللي غادي تحكم فيها. قلت لها غير بشويه شفتك كتعطيني الاوامر واش عارفه راسك فوق من طالعه وهاد الكتاف اللي جالسه فوق منهم ديال من؟ قالت لي راك جدي ولا نسيتي؟ تحدرت انا ربطت السيور وانا نحس بالسبرديله كيخرجوا منها شي نباتات تلواو عليا بحال اللوايه وطلعوا حتى لكتافي وتلواو على رجلي النورا بحال انا وياها مربوطين ولا جسم واحد، وحسيت بشي حاجه دخلت ليا لظهري ودقاتني حتى غوت. وهي تقول لي نورا ما تخافش اجدو هذيك النغزه طبيعيه غير كتصل مع السبرديله بالجهاز العصبي ديالك. طلقات ليا من شعري وجا رباط راسها لقات بلي النباتات شادينها مزيان، وهي تقول لي 10 على 10 كما توقعت دابا غادي تخيل راسك كتجري جيت الكهف بسرعه كبيره. وفعلا لقيت راسي كنجري بسرعه كبيره ما كيناش، وفرمشت عيا لقيت راسي قدام الكهف وهي تقول لي يس انا اللي تحكمت لك في السبرديله كتحس بيا حتى انا. قلت لها كتحكمي ليا في رجليا؟ قالت لي اه غير خلي لي راسك دابا والسارح. يلا بغيت نهضر معاها لقيت راسي كنجري بسرعه وبديت كندور على الكهف حتى بدات المشاهد كتقال، وصلنا لسرعه الضوء
وبديت كنشوف التعاقب بين الليل والنهار والشمس كتمشي وكيجي القمر والتضاريس كتبدل والمشاهد قدامي ديال المستقبل كتدوز بالسربة. حاولت نركز ولكن داكشي كان سريع. قدرت نشوف راسي خارج من الكهف وجار واحد الشنطة في يدي وشفت واحد الولد جاي كيحل في الكهف ما عرفتوش، وشفت واحد راجل جار شنطة جاي للكهف، وشفت شي وحدين هاجمين على الكهف معهم سحارة وهزين قرض، وشفت جيش ديال الشياطين هاجم على الكهف وبزاف ديال المشاهد حتى تحكمت فينا نورا ووقفات. قلت لها وصلنا؟ قالت لي وصلنا للزمن ولكن صبر نمشيو للكازا. بقيت كنشوف فيها، جات بسرعة الضوء مرة أخرى حتى وصلنا حدا واحد العمارة وقالت لي هنا. طلعنا مع الدروج وصلنا للشقة وأنا ندق في الباب كما قالت لي، تحد ما جاوبني وأنا ندفع الباب. دخلت أنا وياها لقيت خمسة قدامي، وسطهم نصير وواحد كيشبه ليا وواحد المرأة وولد صغير وواحد ما عرفتوش. تخيلت أني تفاقت مع نورا والصبير ديالها سمعات ليا وطلقات من دوك النباتات، وهبطت نورا حطيتها فوق من الكرسي وجلست باش نحيد الصبير ديالها. قالت لي لا ما تحيدهاش. قلت لها علاش؟ قالت لي خفت عليك توقع لك شي حاجه حيت انت من الماضي. قلت لها وانت من المستقبل وجيتي لعندي وما وقع لك والو فاش حيدتيها في الماضي؟ قالت لي انا ديك الساعه كنت باقا ما تولدتش. ماشي بحالك انت في هاد الزمان راك متي والقبر ديالك كاين. قلت لها متاكده؟ قالت لي ما متاكداش ولكن شكيت من الاحسن بقى لابسه. قلت لها واخا. مشيت لعند النصير اللي معاه قلبت لهم النبض ديالهم لقيتهم باقيين حيين. جبت الحقن ديال الادرينالين اللي جبتها معايا دقيت لكل واحد وحده وانا كنقرا عليهم في التعزيمات، ومشيت وسط من الشقه قريت تعزيمه كتبطل السحر في البلاصه كامله وسمعتهم كيتحركوا وكيكحبوا ورجعوا عاوتاني نعسوا. قالت لي نورا مالهم ما فاقوش؟ قلت لها خاصهم شويه ديال الوقت باش الجسم يخرج السم ولكن راهم بخير دابا داويتهم وغادي نعطيهم شي اعشاب اللي تعاونهم باش يفيقوا دغيا وقريب يفيقوا ان شاء الله. اصدقائي هنا كيسالي هذا الموسم هذا، حاولت اني ما نساليش في بلاصه اللي حساسه. نتمنى يكون في المستوى ديال الاجزاء اللي فاتوا اللي عجبوكم. خليوا لي راي ديالكم في التعليقات حيت باقا الروينه غتبان في الجزء الجاي. على العموم كاع اللي كيسمعنا راه كيتصنط لهذا الصوت هذا ديال ميمير في قناه ميمير على اليوتيوب. لا سمعتينا في شي بلاصه تقدر تزورنا في القناه حيت في بزاف ديال البلايص غير تسمع الصوت بحال الفيسبوك وهذا عند بزاف ديال الصفحات. فقناتنا ها هي سميتها ميمير كتبها بالفرنسي ولا العربيه كنظن غادي نطلعوا ليك. اصدقائي احبكم في الله، ليله سعيده، اديوس اميغوس.